السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. الحديث اليوم على عالم الاستقاله ومن قبولها ومن عدمه. هناك في حديث على ان في الجلسه الثلاثاء المقبل سوف تعرض استقالات النواب الثلاثه اللي قدموا الاستجواب، اما من تقدم فيها لاحقا وهم النائبين علي راشد وصفاء الهاشم سوف يتم بحثه في جلسات لاحقه حتى تستوفي المده الدستوريه لهذه الاستقاله. كلام ايضا اللي صار، الضجه اللي صارت على حديث الاستبيان في على سلم الرواتب اللي تم في الافنيوز، وبالتالي كان هناك اعلان بان رئيسي السلطتين سوف يحضران الى 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 الافنيوز، ولكن نتيجه لردود الفعل تم التراجع عنها. رئيس مجلس الامه تحدث وقال انا قلت ان وافقت ان يكون هذا الاستبيان برعايتي، ولكن ما تحدث على قضيه حضوره من عدمه الى الافنيوز. ايضا المشهد السياسي الى اين سوف يتجه خاصه بعد الاستقالات؟ ما هو شكل مجلس الامه؟ وهل من الممكن يكون مجلس افضل بعد يعني دخول عناصر جديده بعد النواب المستقيلين؟ هل ممكن نطور العمل البرلماني ام العمل البرلماني سيكون من سيء الى اسوء طبقا لما يراه البعض؟ ارحب بضيفي في هذه الحلقه عضو مجلس الامه النائب المستقيل علي الراشد، حياك الله ابو فيصل. الله يحييك، يا هلا ويا مرحبا فيك ابو حسين. وقد يكون هذا اخر لقاء يمكن في قبل ما قبل قبول الاستقاله، لذا كان مرتب لقاء اخر. ولكن يعني ابو فيصل السؤال اليوم، الناس تقول علي الراشد استقال وعلامات الاستفهام حول هذه الاستقاله، هل تتفق مع البعض اللي قلنا ان اليوم علي الراشد ومجموعه النواب المستقلين اثروا الهروب من مواجهه الفساد واداروا ظهر من الفساد، وبالتالي هم تراجعوا وهربوا من مواجهه المفسدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشكور أخوي علي على هذه الاستضافة، وأشكر قناة الوطن. حقيقة يعني استقالتنا يعني أبعد من أن تكون أو توصف بأنها هروب. الحمد لله رب العالمين، مواقفنا تشهد لنا نحن أبعد ناس عن الهروب، وإحنا من يواجه الرجال، وبالتالي يعني التاريخ القريب يشهد لنا بذلك. لكن هذه الاستقالة هي رسالة لمن يعنيه الأمر وللشعب الكويتي، والرسالة لجميع المهتمين بالشأن السياسي، وهي إبراء ذمة أمام أهل الكويت حول ما يحصل في المجلس وترتيب مع الحكومة، ويعني تعتبر كشف المستور داخل هذا المجلس. كيف كشف المستور؟ يعني ايش تعني في قضية كشف المستور وابراء الذمة؟ يعني لا شك ترتيب مع الحكومة ثلاث يعني ثلاث لا شك ان يعني سيطرة الحكومة على هذا المجلس سيطرة كاملة. مهما كان هناك تصريح من هنا او هناك او يعني اسئلة برلمانية او غيرها، لكن واضح للجميع لاهل الكويت ان هناك سيطرة كاملة للحكومة على هذا المجلس. هناك عدم رضا وسخط شعبي كبير على أداء الحكومة، وبالتالي ينعكس على المجلس الذي يعني بتصرفاته أفقد أداة الرقابة اللي يمتلكها النائب بطريقة أعتقد أنها مخالفة للدستور واللوائح وغير مقبولة للشعب الكويتي. اوكي، يعني انت في بيان الاستقاله قلت فما حصل من انحراف في مجلس الامه اللي تو اشرت عليه باستخدام الرقابه والتشريع ساهم في وقت ماده الاستجواب تكميم الافواه، عدم اعطاء الفرصه للاقليه. ابي اوقف لهني، يعني ما هي الفرصه اللي انت كنت طالبها؟ انت من خلينا نعتبر انت من الاقليه في هذا المجلس، شنو الفرصه ابو فيصل اللي انت ما خذيتها في هذا المجلس وبالتالي حرمت منها؟ انا اعتقد استجواب رئيس الوزراء وشطبه بهذه الطريقه هي انتقاص لجميع النواب بما فيهم أنا، لأن مو بالضرورة أن الشخص هو اللي يروح يقدم مادة الاستجواب، ممكن يكون متحدث مؤيد، ممكن يكون مصوت على عدم التعاون أو واضع اسمه في كتاب عدم التعاون، وبالتالي إذا ما أعطي النائب فرصة إلى أن يقول وجهة نظره ويسائل من يريد من الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء، أنا أعتقد أن هذا المجلس يعني فقد أهم أداة رقابية، أهم عنصر من عناصر الديمقراطية التي تعدل إعوجاج عمل أي وزير. أوكي.
اوكي انا بدخلك يعني على قبل ادخل على الاستقاله، انت تتحدث على وقت وسيله الاستجواب، وسيله الرقابه هي الاستجواب. الكلام هذا اللي الناس تتكلم تتحدث فيه، ان الكلام هذا ما يقوله مفروض ابو فيصل علي الراشد، مفروض يقوله شخص اخر، لان ابو فيصل علي الراشد لما كان في مجلس 2009 انت من الناس اللي ساهمتوا في وقت الاستجواب او من خلال شطب الاستجواب اللي كان مقدم من النائبين احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري وشطب هذا الاستجواب. فبالتالي اليوم يعني البعض يقول لك انتم ما هي هنا تقولون في وقت اداه استجواب. مشكله البعض يعني ذاكرته ضعيفه. لما كنا في مجلس 2009 وقدم الاستجواب الغير دستوري في ذلك الوقت، متى قدم؟ قدم في يوم جلسة القسم. يوم جلسة القسم قدم هذا الاستجواب. أوكي. وكنت في وقتها وزيراً في الحكومة. ما كنت نائب. أوكي. وزير دولة كنت وقتها. وزير دولة شلون مجلس الوزراء. وبالتالي أيضاً كان هناك تضامن حكومي من جانب. نعم. ومن جانب آخر استجواب غير دستوري. ورغم ذلك ما جينا في المجلس من أول جلسة وقلنا نشطبه، كانت عندنا قناعة بأن هذا الاستجواب غير دستوري. وكان هناك آخرين عندهم قناعة بأن هذا الاستجواب دستوري. أوكي. آمنا بالله، قلنا لنحتكم إلى سلطة قضائية، إلى المحكمة الدستورية. خل تقول لنا المواد اللي استند لها هذا الاستجواب دستوري ولا غير دستوري. تفسير المواد. تفسير المواد اللي استند لها الاستجواب. نعم. لذلك ذهبنا إلى المحكمة، ما جينا من أول جلسة وشطبنا، لأن في كل قضية هناك رأيين، لازم جهة تفصل بعدين يرجع وإحنا نصوت. حتى القاضي أحيانا في قضايا معينة هندسية أو تجارية يذهب إلى إدارة الخبرة يستمع إلى رأي المختصين في هذا الجانب. إحنا ذهبنا إلى المحكمة الدستورية لتفسر لنا المواد الدستورية المتنازع عليها. فرحنا للمحكمة، لما يحكم المحكمة فسر لنا المادة أو المواد اللي داخل هذا الاستجواب بأنها غير دستورية أو تفسيرها بأن هذا الاستجواب غير دستوري، صوتنا على رفعه من جدول الأعمال. إذن انتهجنا المسلك الدستوري اللي يذهب إلى محكمة تفصل في النزاع الحاصل بين السلطتين. أوكي. هذه المرة ما حصل هالشيء، هذه المرة شط بدون الرجوع إلى محكمة دستورية وبدون الرجوع إلى اللجنة التشريعية على الأقل. يعني هناك لما قام الدكتور علي العمير قال الحكم المحكمة الدستورية السابق مع الاستجواب اللي شطب اللي تفضلت فيه، نعم، ينطبق على هذا. هو الكلام أن حكم أو قرار التفسير للمحكمة الدستورية اللي تم ينطبق على هذا الاستجواب 2011 هو قاعدة عامة لكل وقت. صحيح. أوكي. أنه ينطبق. هناك رأي أنه لا ما ينطبق. طيب الأجدى أن الحكومة تذهب إلى اللجنة التشريعية وتجيب دفاعها هناك ويحضرون المستشارين ويطلبون النواب المستجوبين. أوكي. ويصير النقاش حول هذا الأمر، ممكن يصلون إلى تفاهم بحيث أن بعض مواد الاستجواب يتنازل عنها المستجوبين، احتمال إذا أقنعوهم بهذا الشيء، أو أن الاستجواب كله مثلا من أولى لآخرة غير دستوري، إذن نطلب منكم أن يرفع هذا الاستجواب من جدول الأعمال، مثل ما حصل مع استجواب سيد حسين القلاف لما راح إلى اللجنة التشريعية وقالوا لنا غير دستوري، وبالتالي إن هذا يعني راح لازم يشطب أو إنه يرفع من جدول الأعمال، وراحوا للمجلس وشالوا. في عندنا سوابق. أما تعال والله هذا الحكم ينطبق على هذا الاستجواب وخلاص، لا، من يقول؟ في كثير من المواد اللي موجودة في هذا الاستجواب ما لها علاقة في المواد اللي يعني استند إليها الاستجواب السابق مع الأخ عبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون. علي العمير نفسه اللي قام وطرح مثل هذا الكلام في الاستجواب السابق اللي قدمه الأخ رياض العدساني والأخت صفاء الهاشم لرئيس مجلس الوزراء، كان بوقتها نائب، فش قال لما تكلم؟ طلب من الحكومة بدال شطب محاور الاستجواب، قال لهم ليش ما نروح اللجنة التشريعية كخطوة بعدين نرى ذلك يعني بالتصويت، لكن الحكومة لم تستجيب له وكملوا على موضوع التصويت. اليوم نفسه الدكتور علي العمير في الجانب الحكومي ما قال هذا الكلام، قال لا ان هذا غير دستوري ونصوت عليه. في سؤال ابو فيصل، اقول لك ان مثلا ما حدث في استجواب اللي قدم للوزير الاسبق وزير الصحه الاسبق عبد الرحمن العوضي، نعم،
في قضية أسماء المرضى وصدر فيها من المحكمة الدستورية حكم، وبذلك قال هذا غير دستوري. الآن لو يجيك شخص مثلا يقدم استجواب يتعلق في وزارة الصحة بأسماء المرضى، فالحالة نروح نطلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية ولا لا الحكم واضح ينطبق عليه؟ لا، اللجنة التشريعية. شلون يروح اللجنة التشريعية؟ اي لأن أنت تقول هذا حكم واضح، في أكيد آخرين يرون لا هذا يختلف عن ذاك، عنده حجج، حتى لو أنت مو مقتنع بحججه بس عنده حجج. لا مصر، روح يا أخي كل أسبوع أو أسبوعين الجلسة، خلال أسبوعين ما يضرك شيء، روح إلى اللجنة التشريعية وتحضر المستشارين ويحضر النائب المستجوب مثل ما قلت لك في الاستجواب الحالي أو السابق، وبالتالي يقولون له ترى هذا الحكم ينطبق على استجوابك بالضبط، شوف فهل تسحبه، هل تعدله ولا مصر عليه. إذا سحبه كفى الله المؤمنين شر القتال، إذا أصر عليه يرجع إلى المجلس مرة ثانية بهذا الرأي، وبالتالي يكون هناك في ذريعة الواحد يستند عليها لشطبه أو لرفعه من جدول الأعمال. شو اللي يضركم انكم تروحون الى لجنه مختصه؟ اوكي وفيصل يقول لك الان حتى انت لما تقول الذهاب الى اللجنه الى المحكمه الدستوريه اساس نرى مثلا الفصل في ماده دستوريته، البعض يقول لك دامنا في سابقه فبالتالي اللجوء الى المحكمه الدستوريه اصبح امر مستحيل. يعني لا ماكو شيء اسمه مستحيل، انا اقول مو لزوم، مو محكمه دستوريه، احنا رحنا من قبل المحكمه الدستوريه. اوكي انا اقتنع بهذا الراي، روح اللجنه التشريعيه وانتم تملكون اغلبيه يعني يا حكومه في اللجنه التشريعيه، تالي كلها مسألة إجراءات، خلي يسمعون الرأي بحضور المستشارين الدستوريين في المجلس وبحضور النواب، وخلي يصير نقاش يعني أحد المستشارين في هيئة المستشارين الموجودين اللي هو الخبراء اللي شكلها خبراء لجنة الخبراء الفيلي دكتور محمد الفيلي في ندوة، تكلم قبل كم يوم وقال إن هناك بعض المواد اللي موجودة في هذا الاستجواب دستورية هذه المواد، هذا هو لجنة الخبراء. فكان لو رايحين اللجنة التشريعية وقالوا له والله يا أخ رياض، يا أخ عبد الكريم، يا أخ القويعان، الفقرة مثلا 1 و4 و7 على سبيل المثال، هذيل فيهم شبهة دستورية، الباجين أوكي، هل تنازلون عنهم ولا تستمرون؟ فيمكن يقول اوكي تنازل خلي يطلع الباجي، مثل ما قالت صفاء الهاشم في استجواب وزير الداخليه في المجلس المبطل الثاني لما قدمت استجوابها مع اخ زلزله يا الوزير طلب حالة طلب قال ان في بندين غير دستوريين في الاستجواب، قامت صفاء وقالت احنا متنازلين عن هالبندين قوم اطلع الباجي. هني ما عنده حجة الوزير، لكن أصر أنه لا بيروح التشريعية للمماطلة، فكنت أنا بوقتها رئيس المجلس صوت ضد الإحالة ضد التشريعية. بس هناك أبو فيصل من يتحدث أن الإحالة إلى 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 اللجنة التشريعية هي بدعة، لأن اللجنة التشريعية ليس من صميم عملها النظر في مدى دستورية الاستجواب من عدم. لا إذا كلفت من المجلس تنظر فيه، وهناك سوابق كثيرة. بالتالي هي اللجنة القانونية التشريعية المختصة في هذا الجانب في المجلس، وهي أم اللجان تعتبر، لأن جميع القوانين تمر عليها ثم تذهب إلى اللجان، وفيها مختصين من القانونيين والمستشارين الدستوريين، نسمع رأي صحيح رأيها بالنهاية غير ملزم، ولكن مثل رأي الخبراء ديوان الخبراء أو اللي يرجع للقاضي إدارة الخبرة غير ملزمة بأرائها للقاضي لما يحكم، ولكن يستأنس برأيه، وغالبية الأحكام تأخذ في رأيه. فيصل شو السبب أن أنت تقول يوم الحكومة لديها أغلبية، ما هو السبب أن الحكومة لا تريد الذهاب إلى اللجنة التشريعية؟ شنو المبرر اليوم؟ خلنا نتكلم. والله شوف من شار عليهم يعني كانت يعني شورته أعتقد أن غير موفقة، فمن الخطأ أن استمعوا إلى هذا الرأي، هذا جانب. الجانب الآخر، الحكومة وصلت بمرحلة أعتقد من الغرور أنها لا تنظر للمجلس بشيء إلا بعض التصريحات اللي يعني تبين مدى التعاون مع المجلس، لذلك هي ضامنة التصويت في أي اتجاه هي تريده، وبالتالي لا تعطي إلى الأقلية أي أهمية في طرح وجهة نظرها أو الاستفادة حتى من وجهة نظرها، ولا تريد أي صوت يكون معارض لأنه تعتبر فيه شخصانية.
يا أخي مجلس بدون معارضة ما له طعم، ما له قيمة. في سنغافورة لما رحنا ذيك السنة إلى المجلس عندهم في زيارة رسمية، سألناهم عن الأحزاب اللي عندهم ومنو الحزب الفائز وشو تشكل الأحزاب عندهم، فردوا علينا قالوا إحنا عندنا مشكلة نعاني منها، إن جميع الأعضاء اللي فازوا في المجلس كلهم من الحزب الحاكم ولا نائب معارض. فالآن أقرينا قانون إن نسوي كوتة للمعارضة أنها تدخل. النواب الإجماع اللي عندهم مع الحكومة سووا كوتة علشان تدخل معارضة، لأن ما يعرفون ما يقدرون يشتغلون بدون معارضة، ظاهرة غير صحية. ما أصبحنا في بلد ديمقراطي، أصبحنا دكتاتورية إذا ما في معارضة. فواضح أن الحكومة ما عندها استعداد لسماع أي رأي معارض، وبالعكس قد تجيش ضده وتتهمه ببعض الاتهامات حتى لا يستمع إلى رأيه. داخل المجلس هل كنتم ترون بأن يعني الحكومة تتحكم في بعض النواب على كلامكم؟ الأغلبية هي مع الحكومة، ولكن هل كانت هذه الغالبية أيضا تسعى لمضايقة الأقلية؟ لا مو كلهم، البعض. البعض؟ البعض نعم. يعني من أي ناحية؟ يعني أحيانا بالتقليل من قيمة الطرح اللي يطرحه النائب، أحيانا بالتشويش عليه، أحيانا بالغلط عليه، بس الأقلية. الباجين لا والله في كل احترام ما بينهم بين سائر الأعضاء، لكن هناك أقلية نعم. هناك أحيانا تدافع للدفاع عن يعني رئيس الوزراء بشكل قريب، يعني واحد من النواب وهو يدافع عن رئيس الوزراء في إحدى القضايا بغى يبكي من كثر الانفعال. اي والله يعني لا ما ابالغ فيها، يعني حسيت انه غرقت عيونه. يدافع عن رئيس الوزراء بغى يبكي؟ اي من كثر ما هو مستميت، وبيقول حق رئيس الوزراء شوفني ايش كثر انا دافع عنك، غرقت عيونه سيتشين. في واحد ثاني يدافع عن رئيس الوزراء من فوق المنصه، يعني مو من كرسي النواب، بغى يطب. كانت مناظر انا ما مرت علي بحياتي، يا ما احنا وقفنا ودافعنا عن الحكومه بس بحجه بمنطق بقوه، بس مو بهال يعني الطريقه الغريبه اللي حصلت. فانا اعتقد انه خلاص يعني ما عاد في مجال الواحد يستمر. أوكي. في هذا احد الاخوه في 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 تويتر، الاخ يعني عبد الله نصار، يقول لك ان استقاله واعتزال وسفرتك وانسحابك من المشهد السياسي هو يصفها بان هذه انهزاميه لم نعهدها ام فيصل. هل كانت النيه معقوده من قبل؟ اشكره ان لم يعهدها فيني، وهذه يعني شهادة أعتز فيها، ولذلك أبشره وأقول له تأكد أنها ما هي انهزامية، لكن هي رسالة، هي يعني فيها نوع من التضحية لا شك، لكنها بالنهاية هي إبراء ذمة للشعب الكويتي. وهل اللي حرق نفسه مثلا بتونس لما صارت الثورة هل هذه انهزامية بالمفهوم السياسي؟ لا لا، هي رسالة. لا بس العفو فيصل، يعني علي الراشد اللي في فترة الصوت الواحد، وجهة نظرك سواء كنت صحيح ولا مخطئ، هذه وجهة نظر علي الراشد. نعم. آمن بالصوت الواحد. نعم. ودافع عن الصوت الواحد، ودافع عن في فترة ما أنت كنت ترى بأن الكويت مثلا في خطر، تحملت شتائم، تحملت السب وغيره. هل من المعقولة كذي وفيصل مرة واحدة يعني بسهولة تقدم استقالة وتنسحب من المشهد السياسي؟ يعني أنا أعذره في سؤال يمكن مع عبد الله، لأن وفقا للتاريخ اللي أنت كنت فيه من مواجهتك مع الخصوم ما يعطي لي يعني أن هذا المبرر أنت تستقيل بهالسهولة. يعني شوف، لا أخفيك سر أخوي علي وبعض النواب القدماء اللي وياي زاملوني يعرفون هذا السر. أنا ما كان لي نية أرشح بعد مجلس 2009، يعني من سنة 2009 لما فزنا مع مجموعة من الأخوة والأخوات في تلك الفترة، كان ببالي أن يكون لي هذا آخر مجلس، لحد ما جينا إلى أحداث اللي صارت بنهاية مجلس 2009، كانت يعني 2011 أو 2012 المحاري أبطل مجلس رد مجلس وكذا. أوكي. في ذاك المجلس رشحت مرة أخرى، يعني بضغط شديد من ناس أكلهم كل احترام وتقدير ومحبة. المجلس المبطل الثاني ولا الأول؟ الأول. اللي هو يعقب حل مجلس 2009. أوكي. حتى يعني كانت هناك فترة أنا جيت وتكلمت
في على البوديوم وقلت أنا قدمت مقترح قانون الصوت الواحد وجيت المجلس اليوم أسلم السيارة وباكر مسافر أمريكا. هذا متى؟ قبل المجلس المبطل الأول عندما بحكم المحكمة أو عفوا عقب المجلس المبطل الأول قبل انتخابات المجلس المبطل الثاني وسافرت على أساس أني خلاص بصير انتخابات وما راح أرجع إلا عقب تسكير باب الانتخابات. طالت المدة ما حل المجلس على طول، كنا متوقعين أنه خلاص خلال يومين ثلاثة راح يحل، فسافرت سفرة طويلة وقلت ما راح أرجع الكويت إلا عقب إغلاق باب الترشيح. باب الترشيح. أوكي. لكن طالت أشهر طويلة ولم يحل المجلس ولا صار انتخابات، فرديت الكويت، خلصت العطلة شهر تسعة ورديت الكويت مع عيالي. في هالفترة أبطل المجلس ودعيت يعني الناس إلى الانتخابات. هني لما أقول لك يعني ناس وضقطوا علي، ناس كلهم كل احترام وتقدير ومحبة، اللي خلوني يعني أرشح، خصوصا وأن جاءت قضية الصوت الواحد اللي أنا من قدمها في مقترح قانون وصدرها صاحب السمو الله يحفظه بمرسوم، وكان هناك مرسوم الضرورة اللي صار على نعم جده. نعم. وكان هناك تحدي للشارع الكويتي للشعب الكويتي حول ما يحصل. أوكي. وكانت الكويت أعتقد تمر بمفترق طرق، فما يعني خلاص ما عندي حجة أني أبتعد، أثرت على نفسي أني أستمر وأرشح نفسي وتصدى مع أهل الكويت اللي يرون نفس رؤيتي أو أني أرى نفس رؤيتهم، وتصدينا وواجهنا والحمد لله الله كتب لنا النصيب واستمر يعني مرسوم الصوت الواحد وقرينا. فدخلت مجلس المبطل الثاني ويعني حصلت على رئاسة هذا المجلس وأدينا اللي الله يحاسبنا عليه خلال هذه الفترة الستة أشهر القصيرة، وأعطينا الحكومة فرصة تلو الأخرى على أساس أن لك يا حكومة ستة أشهر تشتغلين وبعد ستة أشهر تبدي المحاسبة، لكن أبطل مجلسنا بعد ستة أشهر من قبل المحكمة. فلذلك أنا من ذاك الوقت وأنا ما كان لي نية الترشح، الظروف أجبرتني على الترشح. الآن بعد دخولي هذا المجلس وبعد يعني مشاهدة المنظر السياسي بشكل عام وبعد الجو المسموم السياسي اللي تعيشه الكويت، أنا أعتقد أني ما أقدر أعيش في مثل هذا الجو، لذلك قدمت استقالتي خصوصا بعد وقت مادة الاستجواب بهذه الطريقة، وأيضا أعلنت اعتزالي العمل البرلماني والانتخابي للأبد. وأنا اليوم أكررها أن هذا قرار لا رجع فيه بإذن الله. وإن تمت يعني خليك إذا صار في ظرف سياسي آخر واحتاج المجلس أن يكون نقولنا علي الراشد يعني وعدت أن أنت تكون رئيس المجلس في الانتخابات القادمة، راح تشارك؟ والله لو يكون تزكية من الآن لرئاسة المجلس ما أنزل. أنا عمرها ما كانت رئاسة المجلس هدف بالنسبة لي، هي وسيلة لإصلاح باللي الله يقدرني عليه. لذلك لما يقولون والله علي الراشد جاي ينتقم عشان الرئاسة حرت الكرسي وغيره، يبقى هذا دليل أن كلامكم مو صحيح، أنا معتزل الانتخابات بكبرها. لكن المشكلة أن أي قضية راح أتكلم عنها في المجلس أو أعترض عليها أو أواجه فيها الحكومة راح يقولون أن هذا انتقام وهذه حرة كرسي، فإذن أصبحت كأن شهادتي مجروحة مع أو ضد، فعيلا أنا إيش قاعد أسوي في المجلس؟ وفيصل هل صحيح أن 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 في بداية هذا المجلس يعني كنوع من الترضية قالوا لك يعني اختار الوزارة اللي أنت تريها عقب بعد أعتقد انتخابات الرئاسة، قيل أن عرض على علي الراشد قالوا له اختار بالحكومة الوزارة اللي أنت تبيها وتعال؟ نعم صحيح. يقولون أنت طلبت نائب أول يعني تكون
نعم صحيح صحيح. لا عرض علي ولا طلبت ولا فكرت فيها حتى. هذا كلام عار عن الصحة عن في جملة وتفصيلة. يعني ما في حتى ما حاولوا انه يعني يعطوني انه يصير نوع من الترضية مثلا؟ ابدا. وليش ترضية؟ انا اكثر من المقابلة يعني عمري ما لمت الحكومة على عدم التصويت لي. بالعكس رغم هجومي على الحكومة في قضايا معينة الا بقضية الرئاسة انا دائما ابريها. اوكي انا خليني اقول لك على رئيس الحكومة يعني وهذا السؤال ان علي الراشد. وعلى فكرة سامحني بقاطعك لا انسى، انا حتى المجلس المبطل الثاني الحكومة ما صوتت لي. علشان اليوم هي لومها صوتوا لي 4 وزراء أعرفهم بالاسم، 11 وزير ما صوت لي أو 10 وزراء ما صوتوا لي. كان 2 طلعوا اللي هو رئيس الوزراء والنائب الأول وذاك الوقت ما صوتوا. كان في 14 وزير 4 منهم ما صوتوا لي، اللي صوتوا لي 10 منهم ما صوتوا لي. فبالتالي حتى بالمجلس الثاني أنا ما جيت على كتاف الحكومة مثل ما يدعي البعض. 4 وزراء فقط من 14 اللي صوتوا لي. اوكي هجومك على سمو رئيس الوزراء نوع من حتى بس مو بس هجوم يعني حتى كان نوع ما البعض يقول لك انه قاعد تهاجمه تجريح شخصي وصل او استهزاء في مقامه. شنو سببه ابو فيصل؟ يعني هو كان رئيس وزراء او كان حتى نائب اول في حكومات انت كنت فيها نائب. نعم. كان رئيس وزراء في مجلس مبطل في مدة 6 اشهر انت كنت فيه رئيس مجلس. نعم. الهجوم اليوم اللي انت قاعد تسوي على سمو رئيس الوزراء يعني شنو الدافع شنو المبرر؟ لا خاصة هجوم نوعا ما مو أكيد هجوم قاسي على شخصه. راح أخليك تجاوب فيصل ولكن بعد هذا الفاصل من 8 وصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع عضو مجلس الأمة المستقيل النائب علي الراشد. فيصل قبل الفاصل كنت أسألك أن يعني إذا ما أدري إذا تسمي فجور في الخصومة مع سمو رئيس الوزراء وهذا الهجوم عليه يعني وصل بس أحيانا الهجوم قاسي يمكن إلى حد التجريح. شنو سبب الهجوم؟ اولا يعني انا اكن لسمو رئيس مجلس الوزراء كل احترام وتقدير على المستوى الشخصي ولا يمكن اني اجرحه، واذا فهم من كلامي يوم من الايام كلمه تعيب فيه شخصيا فانا على املك الشجاعه اني اعتذر عن اي كلمه تمسه شخصيا. انا اتكلم عن ادائه. انا اعتقد لما قلت انه والله فشل في اداره الحكومه هذا الفشل ما في اي اساءه. الفشل واحد ينجح ويفشل في قضايا كثيره، وبالتالي هذا يعني وصف اعتقد مقبول ولا هو في تجريح شخصي لشخصه. وهو شخص دمث الاخلاق كل احترام وتقدير في هذا الجانب. اما هجومي عليه على الاداره على اختيار الحكومه يعني على الفرص اللي اعطي لها ولم يستثمرها. يعني بالمجلس المبطل الأول وكانت الأغلبية النيابية في ذلك الوقت معاه، احنا كنا الأقلية ورغم ذلك ما قدم شيء. يا بالمجلس المبطل الثاني أيضا الأغلبية كانت معاه وعطيناه الفرصة 6 أشهر لإصلاح الوضع ولا سوى شيء. جينا في المجلس الحالي أيضا عطيناه فرصة 6 أشهر، ترى أنا ما تكلمت عليه قبل مرور 6 أشهر وأنا ملتزم في كلمتي اللي أقولها في كل مجلس أن أي حكومة تأتي يجب أن تأخذ على الأقل 6 أشهر تعمل تراقب ثم تحاسب. حتى في هذا المجلس أنا ما تكلمت عنه بأي كلمة لين صار تغيير حكومي اللي كان هو بالنسبة لنا صدمة. ليش صدمة؟ كان يعني التشكيل غير موفق. لذلك يعني اللي مشيت عليه في المجلس المبطل الأول هو اللي مشيت عليه في المجلس المبطل الثاني هو اللي مشيت عليه في المجلس الحالي. إعطاء فرصة 6 أشهر لما كنت رئيس للمجلس أعطيته فترة 6 أشهر مع باقي إخواني الأعضاء في تأجيل استجوابات. أوكي. فأخذ حقه في هذا الجانب. أيضا في هذا المجلس نفس الشيء لما قدم له استجواب من أخ رياض العدساني وصفاء الهاشم أنا ما تحدث لأنه ملتزم مع قناعتي أنه يعطى 6 أشهر ونفس الوقت يعني ما وجهت له أي انتقاد في هذا الجانب، أخذ حقه بالكامل. عقب 6 أشهر عاد لازم يكون لي دور، لازم يكون لي موقف، لازم يكون لي تعليق على إدارة البلد بهذه الطريقة. كل إنجازاته خلال 2 سنين تغيير 7 حكومات، رئيس وزراء يملك الأغلبية في 3 مجالس متعاقبة، ليش يغير حكوماته؟
المشكلة عيل من فيه إذا مو فيه هو؟ مشكلة فيه اختياره في إدارته، معناته أنه مو قادر ينجز الريال، مو قادر يصلح. ولا رئيس وزراء يملك أغلبية خلال سنتين في ثلاث مجالس يغير سبع حكومات؟ لا، ظروف الإبطال وكانت ظروف إبطال حكومة ترد الآن في هذا المجلس اللي يملك الأغلبية غير الحكومة بعد ستة أشهر بناء على طلب المجلس. ليش ما غيرت من البداية ما كان اختيارك سليم؟ بناء على طلب المجلس وفيصل، ليش الاختيار غير سليم؟ وهذا اللي ردنا المربع الأول، ليش هالاختيار؟ الاختيارات غير سليمة. طيب بغض النظر عن الاختيار، هل في إنجاز؟ هل البلد قاعد يشوفون في إنجاز لما تي وزيرة التنمية وتقول أنفق لحد الآن أكثر من 10 مليارات أو 11 مليار في خطة التنمية؟ هل شفنا مسمار ينطق بطوفة؟ هل شفنا مشاريع في الكويت؟ يا أخي بلد مو قادر يبني ملعب كرة، معقولة وصلنا إلى هالحال؟ إحنا ننقهر، هذه ديرتنا ما نقبل عليها كذي. إحنا قادرين نسوي مطار يا سمو الرئيس، يوم من الأيام لا تروح بطيارتك الخاصة، الحين أنت بتسافر عسى الله يشافيك ويعافيك للعلاج في ألمانيا، أطلب من سموك أنك تطلع من المطار العادي بس شوف الزحمة وبدون لا تعلم أحد، بدون لا يسوي لك الإجراءات، شوف الوضع في المطار، شوف الزحمة، شوف المنظر البشع اللي يعاني منه مطار الكويت. هل تقبل كذي يصير بديرتك وانت رئيس وزراء؟ احنا ما بيننا وبينك عداء، احنا اللي بيننا وبينك الكويت. اصلح بلدنا يا اخي، انت صاحب القرار وبيدك الاموال وبيدك الادارة وبيدك المجلس، اصلح البلد. اشتنطر امس ما اول امس كان عندي لقاء مع صحفية في الفاينانشال تايمز، سألتني السؤال ما عرفت أجاوبها، تقول ليش يعني الحكومة مو قاعد تنجز؟ حكومتكم عندها الأموال، عندها القرار، تحظى بالأغلبية، إذا ليش عندكم مشكلة إسكان؟ ليش عندكم مشكلة موظفين وبطالة؟ ليش عندكم مشكلة صحة ومستشفيات؟ تتحدث على متنفذين، يعني هل فعلا صح أن تقول فيصل هذه حكومة أو أن مجلس تجار أو أنه يمشي على مع التجار؟ أنا ماني مع صفة والله تجار ولا متجار، تجار فيهم الفاسد وفيهم الشريف، مثل ما المواطنين العاديين فيهم الفاسد وفيهم الشريف، هذا أمر يعني من الغلط أن نعمم. لكن هناك تجار سياسة اللي يحاولون يستغلون نفوذهم السياسي في مصالحهم التجارية، نعم هذا الموجودين، وواضح أن هناك في تحالف بينهم وبين رئيس الحكومة، وبالتالي قاعد يؤدي إلى الاهتمام في جانب معين، لأن بعضهم يملك عدد كبير من يعني الإعلام الوسائل الإعلامية، وبالتالي يعتقد بطريقة معينة أنه يقدر يلمع رئيس الوزراء بصحفه أو بوسائل الإعلامية ويحجب عنه الضوء اللي الناس يطالبون فيه. أوكي. أنا فيصل بيك على الاستقالة، وبقول لك آراء البعض في استقالتكم، آراء بعض الشخصيات. اكتبت مقالة دكتورة سيل عوضي وتحدثت على التجربة البرلمانية، وتكلمت على دكتور أحمد الخطيب، يعني في دوره أن رجل دكتور أحمد الخطيب من أشد المعارضين ولكن ما قدم استجواب. فهي توصل يعني أن إذا كان مثلا دور النائب، إذا كان دور النائب ينحصر في مثلا صعود المنصة من عدمه هنا لكم الحق في الاستقالة، وهي فعلا مستحقة. لكن هي تتساءل هل هو موقف بطولي؟ لو كانت كذلك لاستقال أحمد السعدون عندما شطب الاستجواب إثر حكم المحكمة. فالبطولة تتحقق في الاستمرار في المواجهة بالأدوات الممكنة، فمن قرر خوض الانتخابات في الظروف الراهنة يعرف تماما إفرازاتها، فإما أن يواجه أو يخرج بصمت. احترم رأيها قناعتها، و يعني هذا الكلام يعبر عن وجهة نظرها، هي حرة فيه. ما يعني ومن قال لها ان احنا باستقالتنا نبي نصير ابطال؟ من قال هالكلام؟ احنا نبي نبرئ ذمتنا امام الشعب الكويتي في حالة التدهور اللي وصلت له المؤسسات التشريعية والتنفيذية عندنا في الكويت. نبي نوصل رسالة للناس، نبي نبرئ ذمتنا. ما حد ادعى البطولة، ما حد قال والله هذا بطولة والبطولة لا. هو الكلام ان قياسا لتجربة الدكتور أحمد الخطيب اللي انا فهمت المقال، ان
مو شرط الهدف منكم إذا صعد ولا ما صعد أنا أقدم استقالتي، إن عندكم دور آخر والتشريع، وفي ممكن تفعلون وسائل الرقابة الأخرى مثلا. ما عندنا أي مجال لا في التشريع ولا في أي وسيلة رقابية أخرى إلا وسائل يعني لتميع القضايا مثل ما يصير أحيانا في بعض لجان التحقيق. فلذلك لو شايفين وسيلة أخرى داخل هذا المجلس في مجال نصلح من خلاله كان استمرين. ذكرت نقطة بس مهمة في قضية تميع القضايا في لجان التحقيق. في بعض لجان التحقيق. ما لجان التحقيق واليوم في المجلس في أكثر من لجنة تحقيق تناقش مختلف القضايا. شو اللي قاعد يصير فيها؟ أي لجنة يعني وأنا أقول البعض يعني عشان لا أعمم أي قضية تحتاج إلى تميع هناك من يقترح والله خلينا نشكل لها لجنة حتى يعني نبحث جوانبها حتى لو كانت قضية واضحة وكذا. من النواب. وبالتالي تروح أي طبعًا. وبالتالي تروح اللجنة وتنسي ثم يأتي بتقرير يناقش وينتهي العمل فيه. فبالتالي أصبحت بعض اللجان هي اللجان لتميع القضايا. تواطؤ مع الحكومة؟ تواطؤ مع الحكومة يعني تبي تقول؟ طبعا يعني بس مو معقولة مجلس لهالدرجة يعني انت قاعد تعطي صورة أن مجلس مثلا مو مسؤول بالإرادة يعني ما أبي أقيم يعني المجلس كثر ما الناس قاعد تقيم أي بس المجلس. أنا سؤالي هذا سؤال أنت قاعد تقول للناس طيب النواب ذيلا يعني إذا أنت قاعد توصفهم بهذا الوصف أرادهم بيرجعون في يوم من الأيام طال الزمن ولا قصر يردون إلى قواعدهم الانتخابية في انتخابات فبالتالي ما تشوف أنه نوعا ما يعني هم عندهم حججهم المقنعة اللي يقدرون يقنعون فيها ناخبهم ممكن بالنهاية القرار مو لي الأخير هذه وجهة نظري لكن بالنهاية القرار عند أهل الكويت الانتخابات القادمة هم اللي يقولون والله فلان على صواب ولا فلان على خطأ وبالتالي كل من يحظى بنصيبة من التقييم أنا قاعد أتكلم عن وجهة نظري ولا ألزم أحد فيها قد أكون قاسي أحيانا في بعض الأمور لكني كلمة الحق لازم تكون أحياناً قاسية. أوكي أحد الأخوة يقول لك إن تنتقد يعني على تنتقد رئيس الوزراء وبالأخير أنت مو قاعد تستجوبه كان استجوبته مثلاً. قدمت الأخت صفاء الهاشم استجواب لرئيس الوزراء وأعتقد إن هي تمثل تجمع المسار المستقل وأنا عضو في تجمع المسار المستقل فهي تمثلنا هذا من جانب. جانب آخر أيضاً في الاستجواب الحالي. كان هناك اتفاق بيني وبين الأخوان المقدمين الاستجواب خصوصا الأخ رياض العتساني بأن يكونون متحدثين في هذا الاستجواب كمؤيدين له أنا والأخت صفاء الهاشم وأيضا لما رفض رئيس الوزراء الخروج على منصة الاستجواب وتم شطب الاستجواب وقعنا على ورقة عدم التعاون معه اوكي يعني انا بس بالبدايه لان الاسئله اليوم بتويتر كثيره في قاعده توجه لي بس فاعتذر راح احاول اسر قدر الامكان في في في, في الاسئله الموجهه ولكن انا ابي اسالك بفيصل على ايضا في قضيه ابقى في قضيه الاستقاله تصريح رئيس مجلس الامه الاسبق العنب عبد العزيز احمد السعدون لما قال احيي من استقال لاجل الاصلاح ولكن هذا ما ينسحب على علي الراشد وصفاء الهاشم شو ترد عليه؟ يعني أعتقد أن إعلاني يعني اعتزال العمل البرلماني والانتخابي أحرجه من أي ناحية أحرجه؟ بس الحر بالإشارة يفهم لا بس نبي تفسير للناس لا مفهومة أعتقد اعتزالي الحياة السياسية أو بمعنى أصح الانتخابية والبرلمانية يمكن أحرجه فزعل من هذا الموقف وبالتالي يعني مو بضرورة أن استقالتنا تعني له أو ما تعني له وهو يظل رئيس حزب سياسي أو تجمع سياسي وموجود في الساحة نختلف ونتفق في قضايا وبالتالي يعني ما الطلب تقييمه يعني أوكي دعوتك أبو فيصل في قضية يعني المصالحة مع المعارضة ومن اليوم خلونا نلتقي ورد مرة ثانية ما في أبيض وما في ما في أزرق وما في برتقالي البعض يراها بأن يعني نوع من يعني شو تفسرها أنت في كان في خصومة كبيرة على صوت الواحد كان في حتى تشكيك البعض كان واحد يشكك بالثاني دعيت إلى أن بعدها أن ندعو المصالحة رد عليك يمكن نائب السابق مسلم البراك لما قال يمكن علي الراشد كان في فمه ملعقة من العسل من الحكومة شالتها الحكومة وحطتها في مثلا في حل مرزوق الغانم شو ترد على رد عليك؟ أولاً خاصة المعارضة يبدو ما تقبلت هذه الدعوة. أي
مو بضرورة أنا أدعي باللي يملي عليه ضميري علشان ديرتي مو علشان فلان وعلان. وبعدين يا أخ مسلم أنا لما دعيت إلى المصالحة الوطنية لم أدعوها الآن كما تدعي، أنا دعيتها وأنا رئيس للمجلس والمقابلات مسجلة وموجودة، وحتى بوقتها رفضها وعلق عليها الأخ جمعان الحربش في ذلك الوقت. فبالتالي الدعوة للمصالحة وال يعني مؤتمر وطني للجميع أو غيره من أفكار لم تكن الآن بعد ما تركت كرسي الرئاسة كما تدعي، وارجع إلى مقابلاتي لما كنت رئيس واسأل زميلك جمعان الحربش. هذا جانب. جانب الآخر، أمرها الحكومة ما حطت معلقة مثل ما قلت عسل في فمي. أنا صوتوا لي 4 من 14 وزير أو من 16 وزير، بس 2 ما صوتوا في ذلك الوقت، فقط في المجلس المبطل الثاني. وأعتقد الحكومة في المجلس المبطل الأول عدد الوزراء اللي صوت حق أحمد السعدون أكثر من 4. ولا قلنا والله المعلقة حطت معلقة عسل في يعني فم أحمد السعدون. فلذلك يعني أتمنى أن لا يكون هناك في خلط للأوراق، و يعني أنا أدعو إلى أن نشوف الكويت بعين واحدة، بعين إنقاذ بلد، ونتسامى على جميع الخلافات. كفاية يعني هذا الفجور في الخصومة. الكويت أكبر مني ومن أي واحد ثاني. الكويت الآن بحاجة إلى فزعة وطنية لإنقاذها. الكويت يعني وصلت إلى مرحلة قريبة عجيبة ما ترضي أصحابنا من الدول الأخرى. من شنو فيصل؟ من هذا التردي. إنقاذها من شنو؟ إنقاذها من النهب اللي قاعد يصير فيها، من اللعب اللي قاعد يصير فيها، من التجاوزات اللي قاعد يصير بالكويت. شيء مو زين. إحنا داشين طريق ظلمة في الأيام القادمة. نأمل من الله سبحانه وتعالى اللي إيماننا فيه كبير إن نلقى وراء هالظلمة نور يرشدنا إلى المكان السليم. لذلك كفاية العناد، كفاية المماحكات. ترى والله نقدر نقول أكثر من هالكلام، ونقدر نرد عليكم بدال الكلمة 10، وتعرفون مواقفنا لحجة حجايجها، وتعرفون يعني مدى قدرتنا في هذا الجانب. لكن الكويت أكبر منا يا جماعة. كفاية كفاية، احنا بمرحلة جديدة. هذا العناد وهذا الفجور بالخصومة ليه متى؟ ترى من ينهب البلد مستفيد من هذه الخصومة، ولا يريدنا أن نتلاقى. مرحلة تخاصمنا وانتهت. الكويت الآن بحاجة إلى فزعة، إلى تسامع الجروح، مو لي ولا لك، للبلد وهلها. من يرضي أي كويتي ما يحصل في البلد؟ يا أخي الحكومة من كثر أخطائها وتجاوزاتها ولعبها في هذه الفترة وحدت الشعب الكويتي أصلا ضدها. قبل كان في رأيين، الحين تلقى حد يدافع عن الحكومة؟ ما تلقى. السخط شعبي كبير. طيب ليه متى هذه المكابرة؟ وليه متى هذا الفجور بالخصومة؟ وانت كنت، وانا اقول انت وكنت، وبعدين شو استفادوا الناس على هذه الخلافات اللي بين الدعوة المصالحة هذه؟ ليه متى انا ادعوها واكررها رغم كل ما يقال عني منهم؟ لان الكويت بين عيني، مو فلان وعلان. والحين انا لا تقولون بعد هذا والله علشان كرسي الرئاسة. يا اخي انا بطلت انتخابات وبطلت برلمان، بس الكويت، الكويت بحاجة إلى تسامي على أي خلاف سابق. الوضع الجاي خطر. وأنت يا أخ مسلم تحديدا تدرك تماما ما أعني بكلامي. أنت قلت أمور خطيرة جدا وما قلتها من فراغ. ليه متى هذه المهاترات؟ وليه متى هذا الكبر؟ وهذا يعني هذه الخصومة الصعبة اللي عمرها ما تنسي. ما كان احنا عيال بلد واحد يا اخي، احنا عيال الكويت بالنهاية. اختلفنا نتفق، ونتفق نختلف. اما انت عدوي طول الدهر، اي سياسة يعني تكلمون عنها؟ في فترة ما ابو فيصل كنتوا تتهمون المعارضة واطياف المعارضة وتقولون ولاءات خارجية، ووقتها كان الربيع العربي وقلت اخوان المسلمين وغيرها. اليوم تدعو للمصالحة؟ اي نعم، في ذاك الوقت لما قالوا عن الربيع العربي أول من تصدى لهم أنا. لا يمكن أقبل أن يكون هناك انعكاس
لما يسمى بالربيع العربي على الكويت. ولو تكرر هذا الأمر لنا نفس الموقف، احنا ما نتكلم خارج السقف مثل ما يسميه البعض، لا، وفق الدستور وفق القانون وفق الشرعية الكويتية بقيادة صاحب السمو عسى الله يطول عمره ويحفظه. بس هم اليوم قاعد يتكلمون على 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 دستور جديد وتغيير الدستور، ما يمنع من خلال الآلية اللي شرعها الدستور. الدستور ما منع تعديله، حكومة شعبية، أنا أول من نادى بتعديل الدستور، رئيس وزراء شعبي، قدم كل اللي عندك من أفكار نتفق على بعضها ونختلف على بعضها، بس من خلال آلية دستورية. أنتوا كفرتوني لما قلت أنا تعديل الدستور، الآن أنتوا تطالبون تعديل الدستور. آمنا بالله وصلنا إلى مرحلة تلاقي بالنص على الأقل، أوكي. شنو موادكم وشنو موادنا، ونشتغل على هذا الأمر ونكلف المجلس الجاي أنه يشتغل عليه. هذه الطريقة تحل الأمور. أنتوا تكلمون عن سياسة يا أخوان، السياسة ماكو صديق دائم في السياسة ولا عدو دائم. انتهى هذا الأمر. اللي قاعد يصير مو من صالح هذا البلد، هذا اللدد في الخصومة وهذا الفجور في الخصومة ما يفيدكم ولا يفيدنا ولا يفيد الكويت. بتويتر الأخ عبدالله الدغام يقول لك سؤالي لضيفك، المجلس المبطل الثاني كان رئيس الحكومة رئيس الحكومة مسيطرين عليه، والمجلس الحالي هو نائب الحكومة مسيطر عليه، شو الفرق؟ المجلس المبطل الثاني ما كان مسيطر عليه رئيس الحكومة، والدليل أن أقل شلنا وزير واستقالت الحكومة بكبرها وما لقينا ولا استجواب، إنما أجلنا استجواب. والتأجيل أنا سبق أني ذكرته أكثر من مرة أيام ما كنت رئيس، حتى أنه هو السيف مسلط على رقبة الحكومة، أما التعدلين ولا الاستجواب قائم ما لقيناه، وبالتالي هو مجرد تأجيل فترة معينة لإعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل ثم المحاسبة، وهذا اللي طبقته حتى في هذا المجلس. ففي فرق يا أخوي، يعني بالأخير أنتم تحتجون، هو الاحتجاج على قضية تأجيل الاستجواب، لكن البقية في بقية تأجيل الاستجواب هذه مادة دستورية لائحية موجودة، حق ما لم تلغى وهي قديمة وليست جديدة، ما لم تلغى فهي حق لأعضاء المجلس أن يستخدمونها، بالتالي احنا ما خالفنا الدستور ولا لائحة. اوكي، انا في ايضا في قضايا اخرى، في قضيه يعني ابقى في الاستقاله نفسها. تحدث رئيس مجلس الامه في مقابله تلفزيونيه وتحدث على مؤامره لتقويض مؤسسات الدوله، وبالتالي وبالتالي كانت هذه الاستقالات والاستجوابات. ما مدى صحه كلامه؟ خاصه اليوم يعني اقول لك فيصل، في صراع اقطاب، في صراع أقطاب اليوم، نعم، وهذا موجود من زمان، الكلام على صراع الأسرة وغيره، ولكن يعني البعض يعزى، حتى أنت اليوم علي راشد يعني يصنفك أن أنت في مع طرف ضد طرف آخر، وبالتالي يعني وجهة نظرك فيما يقال، وأيضا في قضية نظرية المؤامرة اليوم. نعم، يعني أنا المقابلة كانت يوم السبت، فأنا ما شفتها لأن كان بوقتها عندنا إحنا مؤتمر صحفي في تجمع المسار المستقل نعلم فيه عن استقالتنا أنا والأخت صفاء الهاشم. ويوم الأحد الصبح أنا قابلت الأخ مرزوق القانم مع الأخت صفاء الهاشم في مكتبة، سلمنا له الاستقالات رسميا ومكتوبة. فلما قابلته ما كنت شايف مقابلته، شفتها بعد ذلك وتفاجأت الحقيقة في بعض الكلام اللي قاله، ويعني يا ريتني شايف المقابلة قبل لا أشوفه، كان يعني صار الكلام بيني وبينه مباشرة يعني. اي نعم، يعني انا استكثر على الاخ ابو علي وهو صديق عزيز انه يصنفنا من ضمن مؤامرة في هذه الاستقالات للانقضاض على المؤسسات الدستورية وعلى الدولة وغيرها من بعض المصطلحات اللي شبهنا كأن احنا نتآمر على الكويت. هل هالكلام مقبول يا أبو علي؟ هل كلامك تعيه وانت تقوله عني أنا أو حتى عن زملائي؟ احنا نتآمر على مؤسسات الدولة؟ هذا أمر غير مقبول، غير مقبول، وأتمنى أنك توضح الأمر أو تعتذر. لا، أمر غير مقبول، مو احنا اللي نتآمر يا أبو علي، احنا اللي نتصدى، احنا اللي نوقف وقت الصج، ما انت آمر،
احنا يوم حجت حجايجها بينا وواجهنا وتحملنا كل الأذى وكل الاتهامات وكل التخوين، كل شيء بين. مو احنا اللي نتآمر على بلدنا، مو احنا اللي نتآمر على مؤسسات الدولة او سلطات الدولة، لا، ولا زملائي الأربعة اللي استقالوا، لا، كلهم لما حكمت المحكمة الدستورية بشرعية الصوت الواحد استجابوا لهذا الحكم ورشحوا مثل ما أنت رشحت نفسك. فاستكثرها عليك أنك تقول هذا الكلام بحقنا، استكثرها عليك، احنا زملاء وإخوان. ما يقصدك، يقصد البقية يمكن. ولا أرضى على البقية، بس هو شمل الجميع وقال في اثنين بعد بيون. هذا أمر يعني أحزني فعلا أنه يصدر من رئيس المجلس اللي كان يفترض فيه يقوم بدور مختلف عند استقالة النواب، مثل ما عهدنا في رؤساء سابقين لما يستقيل أحد النواب شلون يتعامل مع الأمر، ويروح يحاول يقرب وجهات النظر وينقل صورة معينة حتى عند صاحب السمو، حتى يحاول يتدخل لحل أي مشكلة تكون يعني كان صارت كان حتى طق مطاقق مرة في مجلس وناداهم صاحب السمو حاول حل الأمر كروح أبوية بين النواب. هذا اللي عهدناه وهذه الأصول، مو التشكيك والتخوين. لازم رغم يعني السن يعني صغير ما بي أكبرك، لكن لازم تقوم بدور أبوي كونك رئيس السلطة التشريعية حتى لو في ناس أكبر منك سنا، لأن الدور المنصب يتطلب ذلك. لكن والله أحزني اللي قاله، أحزني. مو هذه الهجوة. لا بس قلت إنه يتم تقريب وجهات النظر، يعني شنو الدور اللي لعبه في قضية الاستقالة؟ يعني شنو دوره؟ مثل أي استقالة حصلت من قبل، ما هي سابقة الاستقالات. شنو العادة يصير؟ هو يقول للرئيس صبروا علي، أكلمهم أشوف وجهات نظرهم، تعالوا خلينا نحاول نقرب. أوكي. أروح لصاحب السمو يا طويل العمر يا ريتك تتدخل تعيني في هالمسألة نسمع، وإذا أصروا النواب الله وياهم. هذا المعتاد، وهذا يعني اللي جرى عليه العمل. لكن يعني اللي قاعد يصير الآن كأنه طرف. أنت مو طرف يا أخ مرزوق، أبدا مو طرف المشكلة. من رحتوا له ما أقول حاول يقنعكم مثلا، مثل ما حاول يقنعني يعني. لا بغض النظر، ما أتكلم شو، أنا ما أبي أحد يقنعني. أنا اتخذت قرار نهائي لا رجع فيه. أوكي. لكن أنا أتكلم عن الأصول، عن ما جرى على العمل، عن في احترام مهما اختلفنا بالآراء. يا أخي جاسم الخرافي، وهو جاسم الخرافي رغم كل الهجوم اللي تعرض له من مسلم البراك أو غيره في تلك الفترة، كان يحاول يحتويهم ويتكلم معاهم بطريقة معينة، وكان يهدي الأمور في كثير من الأمور لدرجة أن سموه الإطفائي. هذا المنصب يتطلب هالشيء، لأنك خلاص من تصير رئيس ما تصير طرف، تعد عن الخصومة. شو علاقته بطرفه؟ وين صار طرف؟ لما يتهم أصبح طرف. أنا لما كنت رئيس مرة هاجمني الأخ سيد حسين القلاف، والسيد يعلم تماما محبتي له ومعزتي له، وأنا أدري شو كثر يقدرني ويعزني هذا الرجل. فبلحظة غضب طلع تصريح أسألي شتمني فيه، يوني الصحفيين، قلت السيد عزيز وغالي ويمون، ما رديت عليه. وغيره من النواب ايضا هاجموني لما كنت رئيس، الاخ مشاري في ذلك في تلك الفتره الحسيني، وما رديت عليه. هذا المنصب يتطلب انك تكون دائما محايد حتى لو اختلف معاك البعض، ما اكون طرف. اما نواب يستقيلون على موقف معين تهمهم بالمؤامره، وان هناك من يحركهم، وان هناك عراب، احنا نقبل من يحركنا من الخارج عقب التاريخ؟ لا، يعني لم توفق يا أخ مرزوق،
وانت اخو عزيز وغالي، ويعني اتمنى عليك تعيد النظر في الكلام في حديث تم ان في استقالات كانت سوف تاتي. صرح النائب عبد الحميد دشتي بان في 5 ملايين تدفع لمن سوف يستقيل. لا ما قال هالكلام عبد الحميد دشتي، قال 5 ملايين تدفع لبعد اللي راح يستقيلون بعد الثلاثة او بعد الخمسة، ماني متاكد تحديدا، ولكن هذا التصريح كان موجود. وين ما قال؟ لا ما قال الاخ عبد الحميد دشتي انه والله 5 ملايين، قال والله هناك اطراف بالخارج تحاول يعني تعطي اموال سياسيه لنواب من اجل الاستقاله. جاءت احدى الخدمات الاخباريه وقالت انه 5 ملايين. فالناس ربطوا بين التصريحين، بين تصريح الخدمه الاخباريه وبين تصريح عبد الحميد دشتي. بس نفس الشيء في فلوس، يعني في فلوس قاعد تدفع للنواب عشان يستقيلون. يعني اللي ياخذ 5 ملايين ويستقيل يعني ما ودي اعلق تعليق يزعج البعض، لكن عبد الحميد ما قالها كلمه 5 ملايين، هذا اللي اقوله. اوكي، هذه بالنسبه انت تنفيها على لسانه، ورغم انه ما ادري اذا صدر على لسانه هو نفي ولا لا. راح استمر معك وفيصل في هذا الحوار، ولكن بعد فاصل قصير ومن ثم نواصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. وفيصل، يعني في من الأسئلة، الأخ حسن الكاظمي يسألك أن إذا علي الراشد استقال ممكن ترجع مرة ثانية إلى السلطة القضائية تصير قاضي؟ لا، يعني أنا أتشرف السلطة القضائية طبعا، لكن أنا الآن إن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح أفتح مكتب للمحاماة مع الدكتور هشام الصالح، وسأعمل في مهنة المحاماة، أستمر في هذه المهنة إن شاء الله، أسأل الله سبحانه التوفيق فيها. رحت يعني مكتب جديد يعني. أنت كنت مع يعقوب الصانع. إيه، أنا طلعت من الأخ يعقوب الصانع بعد ما صرت رئيس للمجلس. والآن وبس ما رديت عقب هاي رئيس المجلس، خلاص الواحد ما يعمل في عمل آخر. أوكي. غير عن عضو المجلس، ينطبق عليه رئيس المجلس ما ينطبق على الوزير. الآن فتحت مكتبي الخاص مع الدكتور هشام الصالح كشريك، وإن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا الافتتاح، وأسأل الله التوفيق إن شاء الله. أوكي، أحد الأخوة يقول لك يعني يوم اتهمكم رئيس المجلس مرزوق الغانم من استقال بالمؤامرة، يعني ردا على لما اتهمكم رئيس المجلس الأمة وقلت إن قال لنا في مؤامرة تقويض مؤسسات الدولة هي أكبر من قضية الاستجواب ومسألة. أحد الأخوة يقول لك ما نفس علي الراشد كان يتهم المعارضة أو كان يتهم المعارضة بالمعامرة والطعن، ليش يعني ما تشوف ازدواجية؟ لا، أنا كنت أتكلم ذاك الوقت عن الإخوان المسلمين وعن من يقول الربيع العربي فقط لا غير، مو كل المعارضة، معارضة أشكال والوان ولا هي مصنفة على جزء معين. الإخوان يعني اللي لهم اتصال وترتيب مع جماعة الإخوان المسلمين في الخارج. أوكي. هذه الفئة فقط اللي كنت أعنيها، ومن يعني يؤيد طرحهم او يمشي في دربهم من خلال تصريحات على موضوع الربيع العربي. اوكي، وفيصل في كلام انت كنت تقوله ولكن نوعا ما مبهم شوي، لما تكلمت وقلت راح يجينا صيف ساخن. طبعا الكويت معروفه دوله حاره قريبه من خط الاستواء، درجه الحراره يعني ترتفع فيها وتكاد لا تطاق، يعني الله يخلي المكيف يعني، ولكن تعني شيء ثاني اكيد غير درجه أكيد الحراره. اكيد قاعد اتكلم عن الجو. أي. الجو يعني ماكو شيء جديد، يعني اللي بيفهم يعرف ايش اقصد. اوكي، ايش تقصد؟ اتكلم عن الجانب السياسي في الكويت المرحله القادمه، اراها انها مرحله صعبه جدا، قد تظهر فيها بعض القضايا الخطيره التي تلهب هذا الصيف اللي اساسا مثل ما قلت حار بطبيعته بجوه، لكن انا اتكلم من ناحيه سياسيه. ومن ناحيه قضايا خطيره قاعد نسمعها. اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون كلها مو صحيحه. اسال الله ان يكفينا شر اي فتن. لكن ان ثبت صحتها هذه تحتاج موقف واراده وتكاتف لانقاذ البلد منها. قضية مو صغيرة، قضية عودة وأطرافها ما هم سهلين. أسأل الله أن تكون مو صحيحة وتكون محل افتراء
لكن إن كانت صحيحة تحتاج إلى توحيد الجهود وإلى قرار من صاحب القرار لإنقاذ البلد. الكويت برقابكم. إذا كنتوا قاعد تتكلمون على قضية شريط، القضية موجودة اليوم أمام النيابة. أنا أعتقد القضية أكبر من شريط. بعد شيء ثاني؟ أنا أعتقد الشريط نقطة بحر. عندك معلومات يعني؟ أتمنى أن تكون مو صحيحة، وأنا ما أقدر أعلن عن معلومة إلا لما أتأكد منها. المعلومات خطيرة، صحيحة مو صحيحة ما تم التأكد منها. لذلك أكرر أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مو صحيحة، لكن إذا صحيحة أمر يحتاج إلى موقف وإلى تضحية وإلى مواجهة. أوكي، يعني أنا في إطار هذا الكلام الذي قيل، ولكن صار في آخر جلسة أعتقد مجلس الأمة لقضية إحالة النائب السابق مسلم البراك إلى النيابة على خلفية مقابلة تلفزيونية، أنت وقفت وكنت معترض على 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 هذا على هذا الكلام، على الرغم من أن كلام اللي كان يقوله محمود يعني في كلام خطأ، في أرقام مالية وغيره ما نعرف شنو دقتها، يمكن هو عنده المعلومة بالأخير. ليش اعترضت أنت على طلب إحالتها إلى 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 النيابة؟ أولاً من الخطر جداً أن يكون مجلس الأمة هو من يطلب بقرار وليس بتصريح صرح ما شئت. فلان ليش ما تحيلونه، فلان كذا، كيفك، ما حد يمنعك، لكن بقرار وبتصويت من مجلس الأمة أن حيلوا فلان على النيابة لأنه قال كذي وكذي وأساء إلى المجلس وقال عن المجلس أراغوزات وقال ما أدري من هالكلام، هذه سابقة خطيرة. أعضاء مجلس الأمة ذاتهم ليست مصونة، عليهم أن يتقبلون الانتقاد والتجريح أحيانا، هذا أمر طبيعي، وإلا أصبحنا كل مقرد بتويتر اجتمع أعضاء مجلس الأمة نطلب إحالته للنيابة، أصبح كل من ينتقد بمقالة نطلب إحالته للنيابة. متى صار مجلس الأمة مقدس أو أعضاء مقدسين بمعنى أصح؟ هذا جانب. الجانب الآخر يا أخي، أنا أكثر من تعرضت إلى هجوم، عندي شيء أروح أنا أشتكي بالنيابة العامة، ليش أطلب من المجلس يرفع دعوة نيابة عني؟ أي بس هذا مو شتم، هذا الكلام اللي حاله هم قاعد يتكلمون عن الشتم. قال لا قال والكلام قال اللي قال رئيس مجلس الأمة إذا في شيء قال ما قيل، رئيس مجلس الأمة قال ما قيل في هذه المقابلة هو الخطير، وبالتالي طلب إحالته إلى النيابة. أصحاب الشأن هم اللي لازم يشتكون، مو إحنا يعني محامينهم موكلين عنهم عشان نرفع القضايا. أصحاب الشأن اللي يرى بنفسه أنه أسيء له يدل المحكمة، وعندهم خوش محامين يحكون وايد هالأيام، خل هم يروحون يشتكون، مو إحنا، إحنا وكلاء عنهم. ما يجوز، هاي سابقة خطيرة، لذلك أرفضها رغم أنه تعرض لي، لكن لا، إذا عندي شيء أنا أروح النيابة، ما خلي مجلس ينوب عني. هذا هو السؤال، يعني في وجود أن الحكومة ما قامت بدورها، وهذا السؤال، أن الحكومة إذا ما تقوم في دورها في اشتكت الحكومة الإجراء. قالوا إحنا رحنا، ليش راح المجلس إذا ما اشتكت؟ أنا عارف، ما أدري، توصية كانت يعتقد، لا غير مقبول، غير مقبول اللي صار، هذه سابقة خطيرة ومسيئة للمجلس، للأمانة سيء للمجلس أن نوصل إلى هالمرحلة، عيب عيب. مهما اختلفنا مهما اختلفنا. أوكي، أرجع أيضا في أسئلة من الدكتور فيصل، يقول لك أن قضية أن هناك عراب يسعى ويحاول أن يعني يدعو بعض النواب إلى الاستقالة، هذا يكون هذا طرف من الأطراف الصراع، هل هذا صحيح؟ يعني ما تشوف أنه في ضغط سياسي اليوم قاعد في استقالة؟ والله يا أبو حسين أنا ما حد طلب مني استقالة، بل العكس، اللي طلبوا مني عدم الاستقالة، العالم أشكالهم، من سواء ابناء الشعب ولا من الشيوخ، الاتصالات اللي جتني تحتني بعدم الاستقالة. فبالتالي يعني هذا كلام ما أخذ خيره، عندكم مشكلة مع أطراف، مع عرابين، مع كذا، بينكم كيفكم، بس لا تدخلونا فيها. كلام ما قيل في ايضا في 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 قضيه الاستقاله، بان يعني علي الراشد كلام قال اول شيء الدكتور حسن جوهر في لقاء سابق كان يوم الاربعاء اللي فات، قال
قال ان علي الراشد على الهواء الكلام قال ان علي الراشد الحكومه سعت الحكومه الى ان تثني عن الاستقاله وحاولت معه. صحيح حاولت معك؟ لا ما حاولت معي ولا صار بيني وبينهم اي اتصال في هذا الجانب، اللهم الا اتصال واحد يعني من الاخ علي العمير وكان خارج الكويت وهاب وفيصل من باب يعني الزمالة والأخوة القديمة اللي بيني وبينه في عدة مجالس فمكالمة شخصية يعني هاب وفيصل صلى على النبي عيد النظر كذا كلام طيب اشكر عليه فقط لا غير، لا مساومة ولا موعد ولا أمر، هذا ولا هو مكلف من قبل الحكومة، هذا الاتصال الوحيد اللي يعني بيني وبين أحد الوزراء في هذا الجانب. لكن ما كان هناك مسعى من أطراف مراجع عليا مثلاً اللي حاولت لثنيكم على الاستقالة؟ لا أبداً. ولا حتى زملائك ما تحاولوا فيه مثلاً؟ ما أدري عنهم بس أنا من ناحيتي لا. أوكي، سؤال آخر، أحد الأخوة يقول لك أنه أنت سعيت في وقت ما للمصالحة ما بين رئيس مرزوق الغانم وصفاء الهاشم، اليوم بعد ما حدث هل أنت نادم على هذه المصالحة؟ لا أبداً بالعكس، مرزوق الغانم حتى لو اختلف وياه في وجهات النظر ظل أخ وصديق وتربطني فيه علاقة جيدة، وبالتالي أنا طبعي أني أحاول قدر الإمكان أني أصلح بين أطراف خصوصا زملاء خصوصا إخوان قدر المستطاع يعني، وفي ناس الآن اثنينهم ضدي يوم الأيام كانوا مختلفين وأنا اللي كنت أسعى بالصلح فيما بينهم الآن اتفقوا ضدي سبحان الله، لكن لا عفوا شو انت اثنين ضدك بالمجلس؟ لا مو بالمجلس، أطراف. أوكي، أطراف يعني خلينا نسميهم معروفين في البلد. زين أصحاب نفوذ حتى. أوكي، كان بينهم خصومة شديدة. أوكي، وأنا كنت أسعى لحل هذه الخصومة فيما بينهم، أقرب وجهات النظر، أهدي الأمور، الآن هم اتفقوا ضدي سبحان الله. فأنا أقول لك ما يعني أتوانى لحظة بالعمل لتقريب وجهات النظر وإصلاح فيما بين زملاء أو إخوان أعرفهم وكلهم كل احترام وتقدير، فأبدا غير نادم، وأتمنى يعني أن أي خلاف شخصي ما يكون بين أي أطراف داخل المجلس أو خارجه بسبب خلاف سياسي، الخلاف السياسي وارد وامر طبيعي وهذه طبيعه عملنا، لكن ما يكون اكثر من ذلك. اوكي ابو فيصل، البعض يقول ان علي الراشد حاول انه يسعى في فترات ما او انه كان يتمنى حل هذا المجلس، مره تحدث صار في كلام على ابطال، مره قلت انتخابات اعتقد في فبراير، وبالتالي يقول لما يأس علي الراشد من ان هذا المجلس لن يستمر لجأ الى قضيه تقديم الاستقاله. لا انا متوقع في الحكم اللي صدر بشهر 12 انه يكون حكم بإبطال المجلس. ردوا عليك المحكمة وقتها يعني. اي، ولأول مرة رئيس محكمة يرد على تصريح نائب ما حصلت من قبل. أنا الوحيد اللي رد عليه رئيس المحكمة، وتوقعت بعد هذا التصريح اللي قد يفهم منه بأن توجه لدى المحكمة أن يتنحى هذا القاضي عن القضية بما أنه صرح فكأنه كشف عن نواياه عن توجهه للحكم قبل إعلانه للحكم. وهذا ما جرى عليه العمل في القضاء اللي كله كل احترام وتقدير، توقعت أنه يتنحى خلاص بما أنه صرح، فقلت أكيد الظاهر بتنحى عن القضية فحق أنه يصرح، بس ما صرح واستمر ونفذ الحكم اللي أعتقد فهم من تصريحه رد عليه بتوجهه. لذلك أنا كان هذا قراءتي للناحية القانونية، وقلت بوقتها قد أكون مصيب قد أكون مخطئ، وأتمنى أن لا أكون مصيب وأتمنى لهذا المجلس أن يستمر، هذا كان تصريحي، هم أخذوا الجزء الأول من أوكي. الآن أنت كنت تتمنى لهذا المجلس يستمر، الآن في ظل أداء المجلس واللي أنت قدمت استقالتك مع مجموعة من النواب لأن قلت أنه خلاص يعني ما في مجال أو ما في أمل، الآن تتمنى هذا المجلس يستمر أم يتم حله؟ ما أبي أتمنى لا يستمر ولا أنه يتم حله، أنا أتمنى أن يقيم الشعب الكويتي تقييم كامل موضوعي بعيدا عن رأي علي الراشد أو غيره. الشعب أنا أعتقد في الاستفتاء اللي صار بالأفنيوز عن الحكومة والمجلس تحول هذا الاستفتاء إلى رأي الناس في المجلس والحكومة بقدرة قادر،
فوضحت الصورة، في هناك سخط شعبي كبير على الأداء سواء الحكومي أو هم يقولون ما قلنا بنروح، يعني هم راحوا سووا الاستفتاء بعدين الرئيس راح ثاني اصلا مصر. يعني الفكره كانت غير موفقه ان تروح تسوي استفتاء بالافنيوز عن رواتب الموظفين في يوم دواماتهم هم في مكاتبهم والاستفتاء في السوق التجاري. اوكي هذا كان اقتراح الاستفتاء، روحوا لهم في مجمع الوزارات. اقتراح رئيس لجنه الموارد البشريه يعقوب الصانع ان كان الاقتراح كان الساعه 6 مفروض يكون الرئيس والساعه 7 يكون رئيس الوزراء موجود، يعني من باب ان تواصل الناس مع تواصل الناس ما يصدقوا على الله يوصلون يوم الخميس يبون يروحون يرفهون عن نفسهم مدخلين في امور مثل هذه، يروحون لهم مجمع الوزارات او ما يحتاج. يعني من راضي على الرواتب الان في الكويت الا بعض الجهات اللي رواتبها عاليه، فبالتالي هذه ما تحتاج استفتاء ولا مخاسير ولا توزيع هدايا، لكن نقدر جهدكم بس روحوا المكان الصح، روحوا مجمع الوزارات. ليش تروحون عند وقت راحة الناس وتمشيهم نهاية الدوامات؟ تغيير الاستبيان وممكن سمو رئيس الوزراء ما نفى أنه راح يروح، هو أول شيء وافق بعدين نفى. ما وفق متى قال وافق؟ ما قال أنا وافق. بل لما أعلنوا بالبداية أنه راح يكونوا موجودين معناته أخذوا الموافقة منه، بعدين يبدو أنه نصح من أحد وزرائه حسب علمي بأن ما يروح لأن هناك يعني سخط شعبي على هذا الجانب. توقع كانت راح تكون ردة فعل سيئة على 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 الحكومة وعلى المجلس لو ذهبوا في ذاك اليوم؟ شلون؟ في ردة فعل راح تكون سيئة على الحكومة والمجلس لو أعتقد إيه أعتقد، فما كان يعني اجتهاد غير موفق هذا اللي أقول عنه. أوكي الآن في كلام على على المجلس قاعد يحاول يسعى وتحدثوا في وقت مدينة الخيران 35,000 وحدة سكنية، ما تشوف أن المجلس اليوم يعني قاعد يحاول أو أنه قاعد يحاول يتجه وينجز شيء لصالح المواطن، خاصة اليوم 35,000 وحدة قاعد نتكلم على الأسكان اللي هي تهم المواطن الكويتي. شوف حسين، أنا ما أشك في نوايا زملائي النواب حتى لو اختلفنا بالرأي. أنا على يقين أنهم يبون يصلحون ويبون إنجاز ويبون يحققون رغبة الناس جميعهم بلا استثناء، لكن المشكلة في الحكومة اللي ما عندها استعداد للإنجاز وقاعد تحرج المجلس بمواقفها، والمجلس مو قادر يواجهها ولا يوقفها عند حدها ولا يسائلها ولا يطرح الثقة فيها. المجالس الأخيرة يعني خلينا نتكلم عن آخر 7 مجالس أنا كنت فيها ولا مجلس كمل مدته ولا مجلس كمل 4 سنين، وآخر هالمجالس أيضا أكثر مجلس تم 3 سنين اللي هو 2003، ومن عقبها لا سنة سنتين أشهر كذي وانت رايح. لذلك النائب لما يوصل وبعد كم شهر انتخابات مرة ثانية ويوصل يتعب، فبيحاول قدر المستطاع أنه يكمل في هذا المجلس حتى لو يقول يبا مجلس وبس وبفتك، وأنا سمعتها من بعض النواب بس خل نكمل 4 سنين وما راح نرشح نفسنا بس على الأقل يكملون. فأصبح هاجس الحل موجود عندهم، فيخوفهم من أي مصادمة مع الحكومة أو مواجهة بالتالي تؤدي هذه المواجهة إلى الحل أو عدم التعاون ويقعدون في بيوتهم. فلذلك هذا كله أدى إلى الحالة اللي احنا واصلين لها بسبب كثرة الحل والإبطال مجلس وراء الثاني. هذا سبب الوضع. بس أنا أقول لك اليوم 35,000 وحدة سكنية ما تبي الحكومة تنجز. أنا أضرب لك داخل لجنة الإسكانية تبقى والحكومة النواب يبون يحاولون نياتهم صادقة ودهم ينجزون بالصحة وبالإسكان وبالوظائف وبكل شيء، نواياهم سليمة ما أشكك في واحد فيهم، لكن ما يقدرون لأن بالنهاية السلطة التنفيذية هي اللي بيدها القرار وهي اللي بيدها الأموال وهي اللي بيدها الإدارة، وبالتالي إذا في شيء راح يصير من خلال هذه السلطة مو من خلال مجلس الأمة قانون ورقابة، يقر لك قانون تجي الحكومة ما تنفذ، إذا ما تراقبها وتحاسبها شو الفائدة؟ الحكومة غير جادة بالإصلاح، غير جادة بالتنمية، غير جادة بمكافحة الفساد، إذا شو تتوقع منها؟ ما راح يقدر يسوي شيء هذا المجلس مع كل احترامي وتقديري للأعضاء ونواياهم المخلصة،
ولا نزايد عليهم بشيء، لكن ما راح يقدرون لأن حكومة عاجزة. إيه بس أنا أقول لك في هذه في خاصة القضية الإسكانية لما صارت يعني بعد إعلان الاستقالات رد يقولون الحكومة نفسها وافقت يعني وعطت هذا، وأعتقد راح يصير في نوع من تتجاوز مثلا العراقيل والدورة المستندية. يا أبو حسين أي عراقيل؟ أي والله تجاوزت، هذا شيء نتمناه. الحكومة الحين كل شيء قلوه على الديوان الأميري، مستشفيات الديوان الأميري، قضية إسكانية الديوان الأميري، حل مشاكل الشباب ديوان الأميري. طيب ايش دورك انت عيل يا حكومة؟ وليش تشكل حكومة؟ خلي الديوان الأميري هو الحكومة وانتهينا. إذا الديوان الأميري بيقوم بكل شيء الحكومة شو تسوي؟ فلذلك الديوان الأميري يحاول قدر المستطاع تحقيق رغبة صاحب السمو الله يحفظه اللي يبي إصلاح بلده، لكن الحكومة عاجزة. يعني هذا فشل ذريع له، ما تصلح، توكل على الله. اصلا عيب ان الديوان قاعد يسوي كل هالشيء وانت الحكومه قاعدين تطالعون وقادرين تسوون شيء، دليل عجزكم وفشلكم. ولا شكو الديوان يحل الاسكان، وشكو الديوان يسوي مستشفيات، ليش؟ من الروتين الحكومي. طيب الروتين الحكومي من اللي قاعد يسويه؟ مو الحكومه. لا يعني هذه كانت المشكله في الرقابه، والرقابه السابقه وهذا اللي قاعد تعطل. يعني منو اللي هذه كل الاليات هذه منو؟ من عنده؟ مو عند الحكومه عنده؟ ولا بس فالحه تنطر مناقصات معينه حق فلان وعلان طيب خاطره وتمشي؟ مره صار في حديث على الاسكان في داخل المجلس، انت وقفت وتكلمت قلت ما يبون. اي ما يبون منو؟ ليش ما يبون؟ ما يبون. انت يعني حتى على الحكومة، حتى على مستوى الوزراء، على سمو رئيس الوزراء، على حتى المجلس، الواحد يسعى لأن يكون في إنجاز باسمه. طيب توقع ما يبون؟ إيه أنا أقول ما يبون. أسألك سؤال، الحكومة تملك الأموال ولا لا؟ تملك الإدارة ولا لا؟ تملك القرار ولا لا؟ إذا يبون ليش ما يصلحون؟ والسؤال ليش ما يبون؟ هذا سؤال عندهم الإجابة، لكن لو يبون كان سووا، بس ما يبون. ولا شو اللي يمنعهم؟ شو اللي رادهم؟ قبل لما كنا احنا ندافع عن الحكومة كان هناك مبرر. تسألني بذاك الوقت اقول لك انا والله مو مخلي الحكومة تشتغل، استجوابات وتهديدات وضغط سياسي، وما يمكن أي أحد يشتغل بهذه الأجواء السياسية، وما في استقرار سياسي، ماكو تنمية بدون استقرار. كان في عذر، الآن ما في عذر، كل هذه الأجواء انشالت. إذن شو السبب لما احنا نقول حكومة فشلت؟ لهذه الأسباب، إنها مو قادر تنجز، مو قادر تصلح، انزاحت كل أسباب المعوقات اللي قبل موجودة عندها. الآن ماكو عذر، قبل لما ندافع عن الحكومة كان في عذر، الآن بأي وجه ندافع عن الحكومة؟ ولا هو مطلوب من الشخص يكون طول عمره مع الحكومة أو طول عمره ضد الحكومة، لا، إذا عندها مبرر نعذرها، وإذا ما عندها مبرر نلومها. وهذا اللي أنا اتخذته من إجراءات أو من مواقف سياسية طول هذه الفترة، ما يعيبني يوم من الأيام أوقف أدافع عن حكومة إذا كان عندها العذر، لكن يعيبني أني أدافع عنها وما عندها عذر. كلام أيضا البعض يرد عليكم بنفس التام فيصل، أنتم في مجلس 2009 شكلتوا أغلبية كان همها فقط الدفاع على سمو رئيس الوزراء في ذاك الوقت سمو الشيخ ناصر محمد، وما كان هدفه الإنجاز أو ما قدمت شيء للبلد. أبدا، كان هناك في خطة تنمية توها كانت صار لها فترة بسيطة من تقدم، لأول مرة بتاريخ الكويت من 86 تقدم خطة تنمية، فبالتالي نبي نعطيها فرصة للعمل. وكان العذر مثل ما قلت لك عدم وجود استقرار سياسي، استجوابات، ضغوط، غيره، فبالتالي كان في عذر. الآن لما انزاح هذا العذر وكرر ما عاد في إنجاز، إذن لا مبرر للدفاع عنها. يصير تقول لي بذاك الوقت انت واقف مع الحكومة؟ نعم، ولا انا متحسف، لكن كان في يعني اسباب، الان ازيحت هذه الاسباب، الان من المعيب اني ادافع عنها.
الآن تعال حاسبني إذا دافعت عن الحكومة تقول ايش سوت الحكومة هذه عشان دافع عنها، في فرق. بس أيضا فيصل يعني أيضا لعب، ما تشوف أنه كان هناك نوع من التفريط في استخدام وسيلة الاستجواب؟ يعني تيب مثلا كان رياض العساني يقدم استجواب ما يضل قضية لا يضمنها في مواد الاستجواب، هذه قضايا مو مستحقة البلد. أوقف يا رئيس الوزراء، ايش علاقته فيها؟ يمكن وقف يعني ما يخالف. أوكي، هو وقف عدة استجوابات وقال عنها غير دستورية. ايش معنى هالاستجواب؟ اي لأنه هو يعني في المجلس المبطل الأول لما قدم الأخ صالح عاشور استجواب له، أوكي، وكانت الأغلبية تحميه، أول ما تكلم قال غير دستوري وجاوب، لأن قالوا له ماكو لا تشريعية لا دستورية لا سرية اللاءات الثلاث، فاحترمهم ووقف وقال غير دستوري وجاوب. ليش ما سوى كذي مع رياض العدساني؟ لا هو يقول لك وصفاء الهاشم أن القضية يعني نوع من قد يكون نوع من التعطيل واللعب، لأن اللي قاعد يصير إنه يقدم استجواب شطب محورين وما رضى رياض العدساني يصعد، صار في استجواب آخر صعد وقيل أن سمو رئيس الوزراء لما صعد أعطى محاضرة في الدستور للنواب أن هذا الاستجواب يقدم بالشكل هذا لعب بالدستور وما يجوز يتم اللعب بهالدستور، فبالتالي ما تشوف أن المرة الثالثة خلاص وصلت إلى مرحلة هذا مو كل مرة راح يصعد على استجواب، كل مرة خليه يصعد تعطيل، هذا هو لا مو تعطيل، بجلسة واحدة ممكن حتى نسويها بجلسة خاصة وجاوب، اعتبره يا أخي مؤتمر صحفي جاوب الناس عن هالقضايا اللي موجودة، ليش فيها تجاوزات، ليش فيها إخفاق، اشرح للناس هذه القضايا وعطهم حلول، خل الناس تدافع عنك، خل الناس توقف وياك تقول اي والله فعلا هذه العوائق وهذه حلوله، خل نعطيه الفرصة، يلا خل ندعمه نوقف وياه. أما تقول غير دستوري روح اللجنة التشريعية وخل تبحث هذا الأمر بمواجهة النواب ولكل حادث حديث. أما بهذه الطريقة وهذا الاستهتار الكلام أبو فيصل بالأمة يعني غير مقبول. هل قيلنا وزير العدل خرج من جلسة الاستجواب ولما تم التصويت على رفع الاستجواب من جدول الأعمال، هل صحيح أن وزير العدل خرج لأنه كان معترض على 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 عدم دستورية هذا الإجراء؟ كما والله أنا راح أخليك تجاوب فيصل لكن مضطر أتوقف عند هذا الفاصل من ثم نواصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. وفيصل سألتك قبل الفاصل عن خروج وزير العدل في لحظة الاستجواب وقت التصويت، هل صحيح أنه خرج لعدم دستور عدم أنا ما أبي أدخل في النوايا، لكن لا شك أنه وقت التصويت طلع، شو الهدف ليش، بس أنه يعني قد تكون قناعته بعدم دستورية الإجراء اللي اتخذ، فإذا كان وزير العدل لا يقبل بهذا التصويت أو هذا الإجراء اللي صار بشطب الاستجواب وهو وزير في الحكومة، فما بالك في باقي النواب وهو وزير بالحكومة يمثل وزارة العدل، هذه أبلغ رسالة. أوكي، من أنا أحب أحاول أسلط الضوء على الأسئلة اللي تجيني، يقول لك من يعني علي الراشد وفي قضية اقتحام المجلس اللي صارت دخول المجلس أو اقتحام المجلس وتصريحك على قضية المؤبد والحكم اللي خرج اليوم في البراءة، وجهة نظرك في هذه القضية خاصة أولاً البعض يعني أنت يقولون أنت قاضي وتحدث على الإعدام وغيره. إي بس أنا ما أنا كنت قاضي مؤبد. إيه كنت قاضي أنا عمري ما قلت إعدام مؤبد عفوا البعض ليه الحين قاعد يكرر أنه قال إعدام، لا أعوذ بالله. أنا اللي جبته أخ علي ويا ريت تعرضونه لأنه كان عندكم اعتقد في الوطن إذا ما خانتني الذاكرة أو في الرأي ماني ذاكر. لما تصرحت؟ إي مؤبد هنيك. إي كنت جايب معاي كنت وقتها وزير بعد. إي كنت وزير بوقته، كنت جايب معاي المادة القانون الجزاء اللي تقول من يقتحم أو يدخل أي مبنى حكومي أدى إلى وقف العمل فيه الحكم عليه بالمؤبد، أنا قريت المادة وخطورة الموقف اللي صار، ها قلت والله حكموا عليهم بالنهاية الحكم عند القاضي مو عندي أنا، أنا قريت المادة اللي موجودة اللي تقول مؤبد. الكلام إن في ذاك الوقت كم التصريح وتم إن كان في قضية تلاعب الشهود
وقضية تغيير الأقوال واللي صار داخل من داخل الحرس ونسي ترقية أحد الضباط تم على خلفية هذه القضية، شو ترد على الاتهامات؟ احنا مشكلتنا يا أبو حسين والله العظيم هذا الشيء اللي يحزن ويدمي القلب، مشكلتنا محاكمة النوايا في هالبلد. دائما نتدخل في النوايا ونحكم على النية، هذه كارثتنا اللي نعيشها في هذه الأجواء المسمومة السياسية. أرقي ضابط عشان يغير شهادته أو عشان يشهد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، وين بروح من ربي قبل الناس؟ وهالضابط اليوم معاي باكر مع غيري، أعوذ بالله. أنا يوم غير رئيس المجلس في ذلك الوقت المفضل الأول البلاغ رفعت شكوى ضده، ما طق الطار مقلوب، كاشف الرأس واضح. لذلك أنا ما أبدي رأي حول قضية معينة إلا لما أقرأ المادة القانونية اللي تستند لها، لكن القاضي يرى غير ذلك. الحمد لله بالنهاية عيال الكويت، زعلنا تأثرنا بالموقف اللي صار، فاجئنا الحكم ما أنكر لحظة، لكن بالنهاية الحمد لله هذا بالنهاية عيال الكويت، لحظة غضب، لحظة يعني تشجيع من آخرين، هذا أمر آخر. توقعت أن يكون الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب، والامتناع في إدانة، ولكن لظروف الجو السياسي في الكويت صار هذا الأمر، وخوفا على مصلحة الشباب ومستقبلهم يكون امتناع، وعادة القضاة تأخذ في هذا، يعني القضاة يأخذون في هذا الجانب. أوكي. لكن أعوذ بالله أني أتمنى أي واحد يدخل السجن من عيال الكويت في هذه القضية أو أي قضية سياسية أخرى، لكن أنا قريت مادة موجودة. أوكي. أحد الأخوة الأخ حسن يقول لك يعني ليش الاستقالة كانت بعد استقالة العدساني والقوعان الكندري، ليش ما استقلتوا فورا يعني، ليش نطرتوا ليوم السبت تعلنون؟ لأن احنا عندنا تجمع سياسي، احنا نواب مستقلين، ونرجع في قرارنا إلى تجمع المسار المستقل الذي يحوي على نخبة من الجيل الجميل اللي موجود حاليا من أبناء هذا الوطن الوطنيين اللي جمعنا معاهم حب الكويت وحرقتهم على وطنهم، فلهم حق علينا أن نعرض عليهم الفكرة والرأي ونسمع آرائهم كلهم ثم يتخذ القرار، فما نقدر نتخذ القرار في وقتها إلا بعد الرجوع لهم، فرجعنا لهم وسمعنا جميع الآراء واتخذ القرار في مقر المسار المستقل في السرة. أوكي. يوم السبت ويوم الأحد رحنا قدمنا استقالتنا. قضية التهديد بالحل اللي انت ذكرتها، يعني ما لما صار قالت صفاء الهاشم كان في تهديد الحل على قضية 15 دينار، قامت القيامة في مجلس الأمة وبعضها صرخ وقالوا يقولوا لنا اسم الوزير جمال العمر، قولوا لنا اسم الوزير وأنا صاعد على المنصة، وصار في نوع من ردة الفعل أن الكلام مو صحيح. صحيح كان الكلام ولا لا على 15 دينار؟ أنا ما كنت حاضر الجلسة يومها، وهذه يمكن الجلسة الوحيدة اللي ما كنت حاضرها في الجلسات لأني كنت مسافر، فوصلت متأخر وكنت تعبان ونمت، فهذه الجلسة الوحيدة اللي ما حضرتها فيها. ما تعرف إذا تم تهديد بالحل ولا لا؟ سمعنا كلام بس أنا ما كنت في الجلسة، يعني سمعنا كلام. أوكي. والأخت صفاء قالت إن في أحد الأعضاء يعني اللي نقل لها هذه الرسالة، لكن قالت إن المجالس أمانات ولا أبي أصرح عن هذا العضو، إذا يبي هو يقوم يصرح، لكن أنا بما أنه قال لي إياها ما أبي يعني أفضحه بمعنى. أوكي. وكانت واضحة وصريحة وصادقة في هذا الجانب. الأخ يوسف المطوع يسألك ألم تندم على 6 شهور العسل اللي أعطيتها لحكومة الشيخ جابر المبارك في عهد رئاستك؟ أبدا لم أندم، وكنت مقتنع وأعطيتها أيضا نفس هذه الفرصة في هذا المجلس وفي مجالس سابقة، بالعكس هذا هو أعتقد المفروض يصير في كل مجالس، أول 6 أشهر تعطى الحكومة الفرصة للعمل ثم تحاسب، وخلال هذه 6 أشهر يتفرغ المجلس لعملين، الرقابة من خلال مراقبة أداء الحكومة والتشريع، وبعد 6 أشهر تبدي المحاسبة. الأخ مشعل الدلمان يقول لك سؤال لضيفك، لو كنت رئيس المجلس كيف ستتعامل مع استجواب العدساني ولو المجلس كان في نفس هذه الأغلبية وأدت إلى شطب الاستجواب، كنت راح تقدم الاستقالة ولا لا؟
لو الأغلبية صوتت يعني في نفس المجلس أنت اللي هو أنت تقول أغلبها مع الحكومة كنت أنت رئيسي راح يكون لي دور كبير في حالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية. تقدر؟ إن شاء الله. هذا دور رئيس المجلس في علاقته بالنواب ومدى قدرته على الإقناع في هذا الجانب. فأعتقد أني كنت أقدر أني أقنع النواب وأقنع حتى الحكومة أنها تذهب إلى اللجنة التشريعية لبحث هذا الأمر، وأيضا مع النواب أصحاب الاستجواب للتباحث حوله. زين، القضية رفع الدعم عن الديزل وغيره اللي قاعد تسعى فيه الحكومة اليوم، هل ترى بأن هذا المسعى جيد؟ والله في كلام وايد على قضايا الديزل وتهريبه وهناك المتمصلحين من ورائه، فيعني أترك هذه الأمور للمختصين في هذا الجانب أفضل مني. أوكي، الأخ علي المياس، سؤال موجه لضيفك الكريم، ما هي الرسالة التي حملها الوزير المعاشرجي لك أثناء ترأسك لمجلس الأمة واجتمعت مع الأعضاء وقته؟ كان وقته كان في يعني تهديد بالحل أو شيء؟ لا ما كان أي تهديد، كان طلع كلام، لكن لما سألت المعاشرجي عن سبب ذهابك إلى صاحب السمو في المغرب في هذا، قال أن عندنا بعض المراسيم أو بعض القوانين تحتاج إلى توقيع صاحب السمو، فسافرت للتوقيع عليهم، ولا في أي كلام عن موضوع عدم تعاون أو استقالة في هذا الجانب. هذا كان رد الوزير المعاشرجي لي. سؤال آخر، علي الراشد استهزأ برئيس الوزراء لما قال هيلي رمانة. يعني أنا قلتها بلحظة يعني يمكن انفعال ولا كذا، ومعاذ الله أني استهزئ في سمو الرئيس، وإذا كان في هذه الكلمة يعني يعتقد أنها إساءة، هي ما فيها إساءة، هي نهاية أغنية شعبية، وهو يعني ختم أحد يعني الإجابات على استجواب صفاء الهاشم بأغنية وطنية، ولا يعني يصير خاطرك كله طيب إذا تعتقد أن هذه الأغنية فيها إساءة لك، أنا أسحبها وأعتذر لك منها. الأخ هاشم بولند يقول لك ليش تتكلم ركز على التشريعية، التشريعية ليش ما تقول الدستورية مثلا؟ أي دستورية؟ يعني اللجنة التشريعية ليش ما تتكلم على الحالة الدستورية؟ إلى المحكمة؟ أي المحكمة الدستورية. مو لأن ما حد طلب، يعني في حكم مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية، هذا كان رأي الحكومة. فإذا كان هذا استنادهم أن الاستجواب غير دستوري، نذهب إلى التشريعية، لأن في حكم محكمة دستورية، فنشوف باللجنة التشريعية هل هذا الحكم ينطبق أو لا ينطبق على هذا الاستجواب. الأخ مراقب يقول لك سؤال المستقيل، ينصحتوا علينا قبل نجاحكم فساد حرامية، سنحاسب وسنحارب، اخترناكم فجأة استقلتم بعدها تتحلطمون علينا. احنا قلت ان استقالتنا لإبراء الذمة ان احنا قادرين نحاسب او نشرع، واذا واجهنا قالوا هذا انتقام، وبالتالي اصبحت شهادتنا مجروحة غير مقبولة. وانا اعتقد يعني لا اقبل ان اكون بموضع اللي صار فيه الاخ احمد السعدون طوال سنوات فقدان الرئاسة، الرئاسة الخرافي السعدون، الخرافي السعدون، ودخنا سنين على هذه القضية. أنا ما أبي هذا المنظر يتكرر الراشد الغانم، لذلك أنا اعتزلت عملي البرلماني والانتخابي، لأن أي موقف لي ضد الحكومة راح يقولون هذا المقصد وتتكرر قصة السعدون والخرافي. أوكي. لا، أنا ما أقبلها على الكويت ولا على نفسي أن تتكرر مثل هذه القضية، لذلك آثرت على نفسي الابتعاد. الأخ يوسف الضفير يقول لك أبو فيصل يقول يدعي عدم الدخول بالنوايا، طيب ليش يدش بنية من اقتحم المجلس؟ من قال بنية التخريب؟ التقرير، مو أنا اللي دخلت في النية، التقرير اللي صدر بأن ما مكن الأعضاء من القيام بعملهم، وهذه نص المادة، احنا كان ثاني يوم عندنا جلسة خاصة، وبالتالي ما صارت هذه الجلسة، وبالتالي ما مكنونا الأدلة الجنائية لأن كانوا يفحصون المكان ويشيكون عليه. أوكي. فبالتالي كان هناك قرار من الأدلة الجنائية أو من النيابة العامة بعدم استعمال القاعة، فمنعنا من هذه الجلسة، لذلك هذه المادة اللي تنطبق. لم أدخل في النوايا، أنا بالعكس أقول قد تكون نواياهم سليمة ونواياهم صادقة وتكون نواياهم يعني إصلاحية، ولكن التصرف كان غير موفق خاطئ، لم أدخل بنوايا، بالعكس أنا بررت نواياهم. أوكي، أيضا في قضية الاستجواب،
أن تحدث الرئيس بأن الخبراء الدستوريين أغلبهم مو كلهم قالوا بعدم دستورية هذا الاستجواب. ما تشوف يعني أيضا يعني لجنة الخبراء هي تغني مثلا عن لجنة تشريعية وبالتالي لجنة الخبراء؟ لا لا طبعا لا تغني لا تغني ولا تسمن من جوع. مجرد آراء تقال للجنة التشريعية، واللجنة التشريعية عندها خبراء دستوريين غير لجنة الخبراء، خبراء المجلس مو اللجنة المشكلة. يبون يستعينون باللجنة المشكلة خير وبركة، لكن هناك خبراء دستوريين للمجلس موجودين، هذا اللي يسمع آراءهم ويحترم آراءهم. اللجنة زيادة الخير خيرين ما يمنع، ومو كلها على رأي واحد هذه اللجنة حسب علمي. والدليل كلمة الدكتور محمد الفيلي في الندوة اللي قيمت قبل كم يوم. أحد الأخوة يسألك يقول لك الدويسان قال أن كل الخبراء قالوا باستجواب الفهد بأنه غير دستوري، ولكن عنده النواب عندهم موقف مسبق. هذا اللي صار مع الشيخ أحمد الفهد في استجوابه. أنا أيضا كنت وزير في وقتها، ما كنت نائب، وصوتنا مع الإحالة إلى اللجنة التشريعية. لكن لا، هو يقول لك أن الرأي المسبق لدى النواب بالتالي ما راح يتأثر سواء كان قال بغض النظر، لكن على الأقل تكون هناك مناقشة. النواب لما يحضرون الخبراء الدستوريين أمام النواب المستجوبين وبحضور الحكومة ويسمع رأي هؤلاء الخبراء الدستوريين من النواب المستجوبين، لما يجون اللي باللجنة يصوتون عكس رأيهم الحجة ما تكون معاهم. نحقهم النواب يقولون كل الخبراء الدستوريين قالوا هالكلام لكن النواب صوتوا العكس، فما نصوت مع رأي اللجنة، لأن بالنهاية الرأي النهائي للمجلس. فالآلية اللي تعامل فيها هذا الاستجواب هي اللي وصلتنا إلى هذا الحال. أوكي فيصل، يعني آخر أنا يعني قلتها قبل، هذا يمكن آخر لقاء الكناب. أنا طبعا قريت لك الأسئلة، لكن في أشخاص كثيرين يعني يتكلمون على يعني بعض الأخوة يقول لك أنها الاستقالة ويتمنى أن تتراجع عنها، ولكن بالأخير هذا قرارك ويجب أن يحترم. أخير شيء أنت اللي راح تقوله. أنا أول شيء إذا سمحت لي أخوي علي، عندي كذا سؤال نحط لوسائل التواصل الاجتماعي وجهوها لي، وأحب أني أجاوبهم. ويعني مثلا في أحد الأشخاص أسألي في البداية بعدين وجه لي قال لي نحترمك ونوجه لك هذه الأسئلة رغم المقدمة اللي فيها إساءة كبيرة بالغة، أنا ما عندي مشكلة فيها. قال لي اتهمت الحكومة أن لا عذر لها لعدم الإنجاز، فهل اختلف الوضع عما كنت عليه عندما كنت رئيس؟ نعم اختلف الوضع، لأن أنا أعطي الحكومة 6 أشهر للعمل ثم المحاسبة، وهذا الكلام قلته قبل شوي. لذلك أيضا في هذا المجلس عطيتها هذه الفرصة، ثم بدأت في قضية النقد والهجوم أو المحاسبة، فهذا جانب فاختلف الوضع. قال لي اعتب على من يتخذ قرار بالمجلس، ان انا قلت كلام ان اعتب على من يتخذ قرار بالمجلس من ياخور او دوانية، وان علي الراشد اولى من المجلس والحكومة بمزرعته واتخذ قرار تأجيل الاستجواب. انا ما عزمت مجموعة فقط من النواب لاتخاذ قرار داخل المجلس ونسقنا قبل لاني، لا، أنا العزيمة اللي سويتها عندي في مزرعتي للسلطتين مع الصحافة والإعلام، وهي عزيمة اجتماعية لم يتخذ فيها أي قرار سياسي أو يتعلق في المجلس. هذا شيء. أيضا يقول أن الحكومة صوتت لك بالرئاسة في المجلس السابق. أقول لك 4 وزراء من 16 وزير فقط اللي صوتوا لي في المجلس المبطل الثاني. قال أنه إساءات صارت في المجلس المبطل الثاني والآن أيضا صارت، فشفته يعني الإساءات قاعد تتكرر في كل المجالس. هذا مجلس المبطل الثاني، الأول، الحالي، 4 أصوات، صوتين، حتى الصوت 10 أصوات في 10 دوائر كانت في هناك إساءات. هذا أمر يحصل، ورغم أنه هو يعني أمر مو زين، لكن هذا واقع يحصل في كل المجالس، صوت، صوتين، 4 10. هذا شيء. قال هل من المنطق السليم تجهيز كتاب عدم التعاون قبل صعود الرئيس للمنصة؟ احنا الكتاب وقعنا عليه بعد تصويت المجلس بشطب الاستجواب وليس قبل، يعني لو صعد الرئيس ما نوقع على هذا الكتاب إلا بعد الاستماع ردوده. قال انت ما تحضر معظم جلسات المجلس، وهذا كلام عار عن الصحة. انا حضرت كل جلسات المجلس يمكن باستثناء
جلسة واحدة فقط إذا ما خانتني الذاكرة اللي لم أتمكن من حضورها. فلذلك هذا كلام يعني أخ اللي كاتب هذا الحكي مردود عليه. آخر شيء بس كلمة أخيرة بس قبلها بس أيضا الواحد يقول لك أن أنت كنت يوم من الأيام ضد الكوادر والزيادات للمواطن. لا أبدا ما كنت ضد الكوادر، لكني كنت أسعى لما كنت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية تابع لي، أسعى إلى توحيد الوصف الوظيفي وبالتالي تعديل موضوع الرواتب على جميع وظائف الدولة، وكلفت ديوان الخدمة المدنية بعمل دراسة وعطيناهم ميزانية للتعاقد أيضا مع شركة خاصة، وأيضا كان هناك مجموعة توني بلير موجودة في الكويت لعمل دراسات معينة موقعة مع الحكومة، طلبتهم وكلفتهم أيضا بعمل دراسة من جهة أجنبية ومن جهة حكومية وخاصة لعمل دراسات حول هذا الوضع، وطلبوا مني سنتين لإعداد هذه الدراسة المفروضة الحين تكون خلصت. أنا قعدت 6 أشهر فقط في الحكومة في تلك الفترة، فبالتالي عمري ما كنت ضد المواطن بأي شكل من الأشكال. كلمة أخيرة أوجهها للجميع، أهل الكويت، من يؤيدني ومن يعارضني، أقول لمن يؤيدني خلال هذه الفترة كل الشكر والتقدير لكم. سامحوني على القصور، اجتهدت أصبت وأخطأت، ولكن اجتهدت بقدر المستطاع، حاط الله بين عيني والكويت، ولا أبي أي شيء آخر غير الكويت وأهلها أن أحسن بأدائي لمستوى معيشة أهل الكويت من خلال أي قرارات أتخذها في أي سلطة كانت. هذا كان هدفي، فسامحوني عن القصور عن أي خطأ، واعذروني على عدم استمراري في هذا المجلس أو يعني مجالس قادمة. أرجو منكم أنكم تقدرون يعني هذا الطلب وتسامحوني فعلا للذهاب إلى عائلتي الصغيرة والاهتمام في هذا يعني الجانب. أوجه أيضا يعني رسالة إلى كل من هاجم علي الراشد أو أساءله أو شتمه أو يعني تجنى عليه يوم من الأيام، أقول له مسموح وما بقلبي شيء عليك، وتظل ولد الكويت وأنت مجتهد وتعتقد فيني ظن أخطأت فيه أو أصبت فيه، لكن ماكو بقلبي شيء عليك ومسموح ومعذور ولا أبي منك أي شيء، وأرجو أنك يعني ننهي هذا الأمر في هذا اليوم. الكويت أكبر منا كلنا، كوني شخصية عامة لك حق في انتقادي ونقدي ومهاجمتي، لذلك يعني ما بقلبي شيء على أحد ولا أحاسب أحد، ومسموح كل من هاجمني. رسالة أخيرة أوجهها لمن عمل معاي ووقف يمي ومفتاحي الأول يعني والرئيسي والأساسي في دعمي من الانتخابات ليومنا هذا، أمي الغالية شريفة الرفاعي، الله يطول عمرها ويخليها لي. آمين إن شاء الله. وسامحيني أني خلال فترة وجودي في هذا المجلس أشغلتك بالسياسة وأنت مالك شغل بالسياسة، فسامحيني على أني ثقلت عليك في هذا الجانب وخليتك تتابعيني ليل نهار من حرقة قلبك علي، أحبك على راسك يمه وأقول لك سامحيني أني تعبتك معي. وكذلك أبوي الغالي وأخواني وخواتي وزوجتي وأبنائي وبناتي كلهم المعذرة أني أذيتكم خلال فترة 11 سنة في توجهي السياسي، ولا أنسى كل من وقف معي في الانتخابات، بس سامحوني بخص 3، ويسامحني الجميع أني ما أقدر أذكر أسامي الكل لأنه وايد اللي وقفوا معاي، بس هناك ثلاثي سري جدا مقرب لي في حملاتي الانتخابية، الأخ سعود الزيد والأخ حمد بن سلامة وأخوي أسامة الراشد، اللي عانوا من الحملات الانتخابية اللي امسكوها لي طول هذه الفترة. كثر الله خيركم وبيض الله وجوهكم، وكثير من الإخوان والأصدقاء اللي دعموني بكل ما يأتون من مقدرة
بيض الله وجوهكم ومشكورين وسامحوني على قصور، وتحية لكم يا أهل الكويت. فيصل، يعني قبل تحس بنوع من الخذلان؟ ابدا ما احس بالخذلان، واحس بسعاده. ما حد وقف معك مثلا في ظرف، في موقف، في موقع؟ لا 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 ابدا ابدا، احس بسعاده وراحه نفسيه كبيره اني مرتاح على ادائي طول هذه الفتره. مهما اخطات هذا دليل اني عملت، لكن بالنهايه نياتي الحمد لله صادقه. اقول يعني للجميع يعني سامحوني على قصور، هذا اللي اقوله. موفق براشد، سواء كنت انت تعتز العمل السياسي في حياتك الخاصه او العمل البرلماني بمعنى صح في حياتك الخاصه، او تتراجع عن القرار في يوم من الايام وترجع مره ثانيه الى الكرسي البرلماني، الله اعلم. بس يعني الله يوفقك في كل الحالتين. ومشكور، الله يسلمك ومشكورين. كانت في لقاءات لنا كثيره على مدى هذه السنوات من بدايه الاعلاميه الى الان، وفي كل لقاء يكون له موقف وكل رده فعل، وان شاء الله ما نفقد هذه اللقاءات. يمكن تي في يوم في تحليل في المشهد السياسي في وقت آخر، مرحب في أي وقت أنت وأيضا غيرك من النواب والنشطاء السياسيين ومن يحب المشاركة. مشكور وفيصل مرة ثانية، ونتمنى لك التوفيق. الله يطول. وصلنا لختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لكم الناطي بالمنى، وإلى اللقاء.